مساء الخير واهلا بكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا ثلاثه من علماء الطاقه النوويه بصحبه وزيره الهجره السيده نبيله مكرم. الثلاث علماء المصريين اللي عايشين في كندا مسؤولين في المقام الاول على الامن والسلامه للمحطات النوويه، والوزيره نبيله مكرم قررت انها تستعين بعلماء مصر في الخارج لايضا يعني تقديم سجل للأمن والسلامة في للطاقة النووية في مصر. النهاردة قابلوا وزير الكهرباء، وأعتقد أنهم هيقابلوا عدد كبير من المسؤولين. النهاردة أيضا وزيرة نبيلة مكرم كانت في لقاء مع رئيس السيسي، واتكلموا على حاجات كتيرة لا تتعلق بالمصريين في الخارج، هنعرف منها تفاصيل اللقاء، وأيضا على عودة المصريين والحفاظ على المصريين اللي يعني ما عندهمش فيز غير لفترات الحج، ولكن فضلوا موجودين في المملكة السعودية. هنعرف تفاصيل يعني ما تقوم به نبيلة مكرم الآن، ونتكلم على ملف الأمن والسلامة في المشروع النووي المصري القادم. كلنا قلقانين عشان بس نبقى واضحين، احنا قلقانين، احنا بنقول يعني دي بلد مش قادرة توقف تسريب الامتحانات في الثانوية العامة، هتقدر انها المشروع النووي ما يتسربش؟ بصراحة يعني خلونا نكون واضحين، احنا قلقانين، قلقانين من كل الحاجات دي، وقلقانين من عدم الدقة في مصر. يعني حوادث القطارات والحوادث دي كلها بتشعرنا بالقلق. عندنا مشروع تكلفته 25 مليار دولار، هل 25 مليار دولار دي تكلفة ضخمة على 4800 ميجا وات؟ كل دي أسئلة هنسألها للعلماء، ولازم أسئلة نسألها حتى البرلمان يسألها. هل اقتراض 25 مليار دولار حتى دي هتكون تكلفة على مدة طويلة؟ هل هذا ثمن يجب أن ندفعه؟ هل الطاقة النووية دي طاقة مهم إن إحنا تكون موجودة الآن في مصر، ولا الاختفاء بالطاقة الشمسية والطاقات المتجددة؟ ألمانيا مثلا بتغلق كثير من مفاعلاتها للطاقة النووية. لازم نتكلم ونسمع تجارب العالم، ونسمع أيضا ما يقوله هؤلاء العلماء المصريين عن الطاقة النووية، وكيف يمكن أن يساعدوا مصر في هذا المشروع. مصر دايما كانت بتحلم بمشروع للطاقة النووية. السؤال، هل المشروع تأخر قوي فأصبح بلا جدوى؟ كل دي أسئلة لازم نطرحها، كل دي أسئلة لازم نتكلم فيها، وما نخافش ان احنا نتكلم فيها. واظن ان البرلمان محتاج ايضا ان هو يناقشها بشكل علمي وبشكل دقيق، وان العلماء هم اللي يتكلموا في هذا الامر. احنا بس بنطرح الأسئلة، والعلماء هم اللي يجب ان يجيبوا عن هذه الأسئلة. النهاردة عندنا ايضا اخبار كتيرة، لكن الحقيقة انا هبدأ بخبر اقتصادي وعندي تعليق. الخبر الاقتصادي هو تقرير لشركة موديز للتصنيف الائتماني، وبتقول انه مصر بتعاني من عجز في ميزان المدفوعات، بتعاني من عجز في الميزان التجاري، من عجز في الموازنة. بتتكلم على التقرير اللي اصدره المركزي منذ عدة اسابيع، وكنا ناقشناه معاكم واحنا في رمضان. ما بيقولش التقرير حاجة جديدة غير انه موقفك المالي هش جدا، و بالتالي احنا موقعنا الان كريدت نيجاتيف، يعني بتحذر موديز وهي شركه للتصنيف الائتماني من انه لو مجموعه من الملاحظات النيجاتيف او السلبيه تراكمت تضطر انها تخفض من التصنيف الائتماني لمصر. يعني ايه تخفيض التصنيف الائتماني لمصر؟ يعني مصر لما تيجي تقترض، لما تيجي تطرح سندات، لما تيجي تطرح اذون خزانه، كل ده بيكلفها اكتر في الاقتراض. حتى القطاع الخاص لما يجي يقترض من بره برضه ده بيكلفه اكتر، ده بيؤثر على تصنيف البنوك، يعني هو بيؤثر على موقفنا المالي وعلى تعاملاتنا الماليه جميعا. الحقيقة ان التقرير ما قالش حاجة جديدة زي ما قلت لكم. احنا عارفين ان احنا في وضع اقتصادي صعب، عارفين ان احنا بنتكلم في انه تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ل 14.5 مليار دولار مقابل 8.3 من عشرة السنة اللي فاتت، عارفين ان احنا عندنا عجز موازنة، عارفين ان احنا عندنا عجز ميزان تجاري. ارقام الكبيرة كلها سيئة جدا، عارفين ده. اللي انا وقفت قدامه مش في التقرير ده الحقيقة، في تقرير آخر يتحدث عن الواردات والصادرات، هو مجموعة معلومات مزعجة جدا بالنسبة لي. واحد، إن إحنا ما زلنا تحت ونحن تحت ضغط انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ونحن تحت ضغط الأزمة في النقد الأجنبي، بنستورد رفاهيات
بأرقام مهولة ومصرين ان احنا نستورد، والحقيقة ان احنا لما بنستوردها في طلب عليها، في سوق، في سوق بيشتري هذه الكماليات. بنستورد يميش او استوردنا يميش في سنة ونص ب 2 مليار جنيه، 2 مليار جنيه مكسرات ويميش وحاجات كده. طب يحصل ايه لو احنا كمجتمع قررنا ان احنا ما ناكلش يميش رمضان لمدة سنة او سنتين؟ هيحصل لنا ايه؟ يعني هنخس مثلا؟ هيطلع لنا حاجة في دماغنا اللي يعني هيبقى فيه وحمة؟ مش قادر افهم. القضية مش قرارات فوقية، لان القرارات الفوقية ممكن تصلح مؤقتا، لكنها لو تستطيع ان تصلح الاقتصاد على طول لابد ان يكون في عندك قرار شعبي. يعني طبعا في قرارات مهمة، قوانين، قواعد، استثمار، كل ده احنا بنتكلم فيه وبننتقده. لكن ايضا احنا سلوكنا كبني ادمين سلوك غريب جدا. هو احنا اغنياء ولا فقراء؟ هو احنا دولة شعب غني ولا فقير؟ هو احنا شعب مستعد لكل هذا الاستهلاك ويرمي الاكل بعد كده في الزبالة؟ احنا مين؟ احنا مين؟ احنا لازم نسأل نفسنا. كل الناس اللي دخلت السوبر ماركتات ودخلت تجارة التجزئة في رمضان باستهلاك لا مثيل له وزايد عن السنة اللي فاتت برغم ارتفاع الأسعار، احنا لازم نسأل نفسنا واحنا بنستهلك كده ليه؟ ايه يعني احنا بننتقم من انفسنا مثلا؟ ده سؤال. والحقيقة ان الارقام فيها حاجات غريبة جدا. يعني مثلا اخر ارقام لاستيراد الموبايلات، واحنا عارفين طبعا موبايلاتنا ان احنا كل واحد فينا عنده 3-4 خطوط، وممكن يبقى واحد حالته يعني تحت خط الفقر بس عنده خط وعنده موبايل، لازم يكون عنده موبايل. بيقولك في 3 شهور ان استيراد الموبايلات صحيح انخفض، لكن انخفض قد ايه؟ انخفض 25 مليون دولار بس. احنا بنستورد موبايلات ب 465 مليون دولار في 3 أشهر. 3 أشهر بنستورد موبايلات ب 465 مليون دولار قد استيرادنا من السيارات. السيارات 493 مليون دولار. احنا بنستورد موبايلات قد العربيات 465 مليون دولار، انخفضنا 25 بس عن ال3 أشهر اللي قبليهم. هي اكشلي زياده، مظبوط، هي زياده 25 مش بانخفاض. ده مثلا في الموبايلات. عندك مثلا بنستورد كولد كاتس، لحوم البقر المجمده لانشن يعني، ب 250 مليون دولار، زادت عن ال3 أشهر اللي قبليهم ب 12 مليون، يعني زادت من 238، 250 مليون دولار لانشن. ايه يا جماعه؟ يعني ايه؟ كل ده دولار خارج بره البلد. وبعدين قال لك ان احنا في ال3 أشهر برضو دول استوردنا عجل اطارات عربيات ب 160 مليون دولار، في حين ما كناش بنستورد في نفس الفترة من السنة اللي فاتت، ما كناش بنستورد، ما كانش الرقم ده موجود، كان زيرو، صفر. ده احنا، ده شكل استيرادنا. يميش، موبايلات، انا مش هتكلم طبعا على اللي بيخش الصناعة، لان اللي بيخش الصناعة ده عن حق وبالتالي لازم نستورده. مش هتكلم عن الحديد، مش هتكلم عن كل الحاجات اللي بتدخل الصناعة او بتدخل حتى صناعة الأغذية، مش هتكلم على ده. ده احنا. بالإضافة بقى ان انا عندي سؤال تاني مش لاقيه له إجابة. كلمت كل اصحابي بتوع الاقتصاد، يعني بدعي ان انا يعني شوية بفهم في الحكاية دي. هو ارتفاع الأسعار، احنا عندنا تضخم، امبارح كلمناكم على تضخم 14%، 14.3%، رقم رهيب، أعلى رقم لارتفاع الأسعار من 7 سنين. أنا عندي سؤال، طب أفهم إن ده يعلى في البرودكتس أو المواد اللي فيها جزء مستورد، جزء مستورد، نسبة مستوردة، لكن المواد المحلية، الحاجات، الفراخ المحلية، الفراخ البلدي بتغلى ليه؟ هيقولك عشان العلف. طب الخضار والفاكهة اللي بنزرعهم في الغيط هنا بيغلوا ليه؟ ايه ده؟
ازاي الفرخه بقت ب 60 جنيه و70 جنيه؟ ازاي؟ ازاي الخضار والفاكهه وصلوا للارقام دي؟ ازاي؟ على فكره الحل في الموضوع ده مش انه القوات المسلحه تنزل تعمل عربيات تلف في المحافظات، ده شيء جيد، لكن مش هو ده الحل، مش ده اللي هيكسر الاحتكارات، مش ده اللي هيحل المشكله، مش ده اللي هيحل العجله اللي احنا مش فاهمين العجله دي فين. احنا عندنا تجار جشعين، عندنا احتكارات الدوله مش عارفه تفكها، عندنا تجاره تجزئه ما فيهاش منافسه، وعندنا مواطن بصراحه مصر إن يعني مش عايزه اقول غير واعي، ولكن مواطن مصر انه يعيش في مستوى اعلى كتير من اللي يقدر عليه، مواطن مصر انه يشتري الحاجه الغاليه، مصر. طب هيحصل ايه لو قطعنا الحاجات دي؟ احنا كشعب، احنا سلوكنا كشعب هيحصل ايه لو احنا قررنا ان احنا نقاطع اليميش؟ هيحصل لنا ايه؟ هيحصل ايه لو احنا جينا على الفراخ الغاليه وقلنا مش واكلين فراخ؟ مش هناكل فراخ او مش هناكل لحمه. هيحصل ايه؟ في مليون حاجه تانية لفتره. انا ما بقولش ان احنا هنعيش من غير فراخ، مش هنعيش من غير فراخ ولحمه، انا بقول لفتره. احنا كشعب ليه ما عندناش احساس ايجابي ان احنا نتحرك وبنصرخ ونقول اصل الاسعار غليت؟ ايوه الاسعار غليت، وهو كل شويه هيغلي عليك، وهو كل شويه هيستغلك، وكل شويه ما هو بيكسب. ما هو بيقول لك مثلا ايه، ماشي هو صحيح الفرخه بلدي وكده، بس هو انا اصلي بجيب حاجه سلعه تانية مقومه بالدولار، فلما بجيب السلعه التانية مقومه بالدولار دي انا اتكلفت فيها اكتر، فانا بحمل ده على ده، انا كتاجر مش ناوي اخسر. وبعدين هو مش انت بتشتري؟ مش انت عمال تشتري وعمال يرتفع استهلاكك؟ خلاص انا ايه مشكلتي؟ انا كتاجر ناوي استغل ده واستمر. هو قرار يا جماعه مره اخرى مش هيحله لا عربيات القوات المسلحه ولا قرار النهارده بتثبيت 10 سلع. انا مش فاهمه يعني ايه تثبيت اسعار 10 سلع، ما فيش حاجه اسمها تثبيت. انا مش فاهمه القرار ده الحقيقه، القرار الحكومي ده انا مش فاهماه. فيش حاجه اسمها تثبيت ولا اسعار استرشاديه ولا الحاجات دي، ما بتنفعش في الاقتصاد خالص، ما بتشتغلش. هو قرار واحد تزود منافس تجاره التجزئه، اتنين ان انت تاخد كشعب قرار ان انت تقول لا انا مش هشتري الحاجات الغاليه دي، مش هشتري الحاجات، مش هعمل كده، هقاطع. احنا ياما قاطعنا حاجات وقدرنا ان احنا نجبر التجار ان هم يبطلوا يستغلونا. وهنا ده دور بقى مواطنون ضد الغلاء، هنا ده دور حمايه المستهلك، هنا ده دور الجمعيات الاهليه بره في لندن وفي العالم. العمل الاهلي هنا مهم جدا، بيراقبوا كل سوبر ماركت بيزود سعر سنت واحد عن الاسعار. العجله الاقتصاديه محتاجه تتفهم. احنا مش هنقدر نعيش والناس مش هتستحمل ارتفاع الاسعار ده اكتر من كده. وعلى فكره خفض سعر العمله لازم يحصل، لازم يحصل، لانه عندنا قصص تانيه واستثمار وادويه وعندنا حاجات تانيه، لكن العجله دي مش ممكن تستمر. ده الجشع والاحتكارات لا يمكن ان يستمر، واحنا سلوكنا كمواطنين يجب ان يتغير. بدون ده انا معرفش التضخم ده هيوصل لفين، ومعرفش موازنه الدوله دي هتقدر تستحمل ايه اكتر من كده، مش عارفه. دكتور عمرو حسنين رئيس شركه مارس للتصنيف الائتماني، دكتور مساء الخير. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. معلش انا ابقيتك على التليفون شويه، بس يعني انا كنت منفعله من مش بس تقرير موديز، ولكن من ارتفاع معدلات التضخم اللي واصل ل 14.5 تقريبا في المية. تعليقك ايه الاول على تقرير موديز؟ والله هو زي ما سالتك اشرت، تقرير موديز ما اضافش حاجات كتيره احنا مش عارفينها. وسالتك اشرت لمعظم الارقام اللي فيه، ده كلام جميل. انا بس عايز اقف عند رقم واحد او رقمين ظهروا عشان خاطر المشاهدين برضو يبقوا معانا ويتفاعلوا معانا بالارقام شويه، اللي هو السياحه. انا عايز اعرف الانخفاض في داخل السياحه كان قد ايه عشان الناس تحس بالرقم. احنا في سنه في مارس 1998 لما كان عندنا سياحه جيده كنا 3.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2010، ده بيدلنا 14.4 مليار دولار في السنه.
النهارده احنا عندنا 550 مليون دولار في الربع سنه، يعني 2.2 من 10 مليار دولار. الانخفاض 14.4 ناقص 2.2 من 10 يعني انخفاض 12.2 من 10 مليار دولار، ده في السنه، واخد بالك؟ عشان نحط الرقم في مضمونه، القرض اللي احنا بنحاول ناخده من الصندوق او مش بنحاول ناخده، اللي حصل حواليه كلام، نعم، بيتراوح من 5 الى 10 مليار دولار، وده اللي المفروض يصلح اقتصاد مصر ويقعد نقعد نسده على سنين طويله. من 5 الى 10 مليار دولار اللي حصل حواليه كلام، 10 مليار دولار ها اللي هو القرض اللي هنسده على كذا سنه، اقل من النقص في السياحه في عام واحد 12.2 من 10 مليار دولار. شوف الفرق قد ايه بقى. فبس عشان خاطر نحط الارقام في مضمونها السليم. ده رقم ظهر في التقرير بتاع موديز وحبيت ان انا اشير اليه. طبعا التقرير برضو اشار يعني على استحياء كده الى بعض الحاجات الايجابيه، انه الـ FDIs او الاستثمار الاجنبي المباشر زاد شويه من 5.1 من 10 مليار دولار السنه اللي فاتت الى 5.8 من 10 مليار دولار السنه دي للثلاث ارباع السنه، وده برضو رقم فيه زياده مش سيئه، ولكن بصفه عامه التقرير بيخلص الى انه الوضع الاقتصادي هش. طيب يعني الى جانب هذا التقرير، هذا التقرير بيعبر ان وضع اقتصادي هش واحنا كلنا عارفينه، لكن أيوه. الحلقه الاقتصاديه الغريبه انه يعني ما بين استيراد بشكل رهيب، احنا بنستورد ب 90 مليار دولار في السنه في ظل تنخفض العمله ترتفع العمله الدولار يبقى مش موجود، احنا مكملين في استيرادنا بكل الاشكال، الى جانب انه الاسعار بترتفع بشكل جنوني ومفيش حد يقدر يتحكم في ده. مظبوط. شوفي حضرتك، يعني قطعا الكلام اللي حضرتك قلتيه كان سليم جدا، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده لو تذكري. قبل رمضان اطلقنا صيحه من البرنامج بتاع ساعتك على موضوع اليميش ده بالذات. نعم. يا جماعه يحصل ايه لو قعدنا سنه او سنتين من غير يميش؟ يعني مش هيحصل لنا حاجه. طيب احنا الحقيقه برضو ارجع اذكر ساعتك بالكلام اللي قلناه، نحن شعب في أزمة، وطن في أزمة، ولكننا نتصرف وكأننا لسنا في أزمة، بنتصرف تصرف عادي خالص. بيتوافق مع ده الحقيقة نقطة مهمة، إحنا دايما بنقول إنه مصر ألا أغنى منها، وده صحيح. جزء من المنظومة الغير سليمة اللي هي موجودة بطريقة ممنهجة جوه الاقتصاد بتاعنا، واللي بيعبر عن ذلك برضو عدم قدرة الحكومة على السيطرة على الاقتصاد ككل، لأن احنا عارفين انه من 30 إلى 60% من اقتصادنا غير رسمي، وده مش داخل في الحسابات بتاعتنا خالص، وعشان كده ده بيفسر إلى حد كبير الخلل الشديد في الأرقام والاستهلاك الجامد جدا 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 مقارنة بموارد الدولة. ما أنا عندي 30-60% من أرقامي غير معلنة وغير مدرجة والحكومة غير مسيطرة عليها، وده بيرجعنا إلى فعالية الحكومة وقدرتها على السيطرة على الاقتصاد ككل. ده موضوع مهم جدا جدا جدا. حضرتك أشرتي برضو إلى موضوع تاني في منتهى الخطورة، خلاص ما عادش ينفع انه رئيس الجمهوريه او رئيس الجمهوريه والحكومه او رئيس الجمهوريه والجيش او اي منظومه من دي لوحدها تسقف لوحدها، ما عادش ينفع من غير قرار شعبي بالاندماج في انقاذ هذا الوطن. لا، الموضوع مش هينفع. ليه حضرتك؟ انا عايز ازيدك من الشعر بيتا. حضرتك بتتكلمي على الاستهلاك الجامد جدا جدا جدا، وانا معاكي وده غلط ولازم يبقى في وعي بذلك. لا، ده انا هزود لك بقى، ده استهلاك رهيب جامد جدا 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 مع نقص في كفاءه العمل. صح. احنا بنشتغل كجهاز كاجهزه في الدوله بطاقه 15 ل 20%،
ورئيس الجمهوريه عمال بيحاول وبيعمل يعني انا بستهلك جامد جدا وبشتغل قليل قوي. لا منظومه ما تنفعش. خليك معايا يا دكتور دقائق قليله، انا معايا على الهاتف دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه. مساء الخير يا دكتور. خليني الاول اسالك على فكره تثبيت اسعار 10 سلع، هل انا قريت الخبر سليم؟ يعني ايه تثبيت اسعار ايه؟ يعني احنا قرينا خبر ان هو في اتجاه لتثبيت اسعار 10 سلع، هل ده دقيق؟ لا يعني لا، تثبيت يعني قرار اداري بتثبيت اسعار. فعشان كده انا ما تخيلت انه غير دقيق. اكيد لا 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 لا، مفيش كلام ده طبعا. طيب انما اللي بيحصل في بعض الاحوال ان احنا بنتجه لسلع اللي بتطرح في المنافذ عندنا او بتطرح في بعض السلاسل التجاريه الى ان احنا ما نغيرش اسعارها في منافذ الحكومه. والدوله بتتكفل تتكبد يعني الفرق. مش بتتكبد، احنا ما بنتكبدش فرق. احنا دلوقتي بقى عندنا قدره ان احنا نتفاوض ونتعاقد مباشره مع المصدر الرئيسي، فبقينا بنعقد صفقات بتكلفه اقل وبهامش ربح متواضع جدا، وده اللي قدرنا نحققه خلال السنتين اللي فاتت. حضرتك يعني هذه المنافذ او تدخل الجيش او غيره في النهايه لم يمنع معدلات التضخم اللي وصلت ل 14.3%، واعتقد ان دي كمان معدلات متواضعه الشهر اللي فات اللي هو شهر يونيو. انتوا بتقيسين الاستهلاك قد ايه؟ و يعني ازاي بتبرر هذا التضخم وارتفاع يعني ارتفاع الاسعار وارتفاع الاستهلاك؟ حاجتين متناقضتين جدا يا دكتور. هو الحقيقه التضخم بيحصل نتيجه لارتفاع التكاليف بشكل عام، وارتفاع التكاليف فيه مكون اساسي فيه بيبقى نتيجه للقيمه الخارجيه للعمله، او لان احنا بنستورد معظم غذائنا حتى الان، وبالتالي اي تغير في سعر الصرف بينعكس اكيد على الفاتوره الخاصه بالسلع الغذائيه. انما احنا في المقابل بنتحرك بشكل سريع لاتاحه كميات اكبر من السلع والعمل منافذ اكتر، والمفروض مع بالتوازي مع ده بيتم ان يتعمل قطاعات انتاجيه تقدر تمد الاقتصاد بمنتجات وطنيه علشان تعوض هذا الفرق. قدرة الحكومة أو نفسها إنها تكمل ده قد إيه؟ في ظل عجز موازنة، في ظل عدم ما عندناش موارد، هل ده تقدر تكمله لمدة طويلة؟ خلي بال حضرتك، هو النموذج اللي احنا شغالين بيه مش تمويل بعجز في القطاع التجارة الداخلية. احنا المنافذ على سبيل المثال، احنا فتحنا النهاردة 870 فرع لمشروع جمعيتي، دول اتفتحوا في 4 شهور ومملوكين للشباب بنظام الفرانشايز. المنافس دي موجودة في قرى وفي نجوع وفي مناطق عشوائية. المنافس دي بترتبط بنظام للتوريد وتفاوض جماعي، بتقدر ان هي تطرح سلع بأسعار معقولة نتيجة للقدرة دي والإدارة المنظومة كلها. خلي بالك الفكرة دي اتعملت في 3-4 شهور وأصبحت أكبر سلسلة تجارية في زمن قياسي. إحنا بنكمل في ده، بنتحرك في نفس الوقت على إصلاح بعض قطاعات الإنتاج في الصناعات الغذائية وخلافه، بحيث إن إحنا نبدأ يبقى عندنا تعميق في الصناعات الغذائية، وبالتالي القيمة المضافة تتولد في البلد بدل ما تتولد في الخارج. الكلام ده بيمشي معاه بالتوازي تطوير في البنية الأساسية اللي موجودة وفي قطاع النقل واللوجستيات و قطاعات المواني اللي هي هتخفض تكلفة التداول. التضخم اللي بيحصل هو تضخم نتيجة لارتفاع التكاليف، وبالتالي الحل بتاعها حل عاجل ان احنا بنضخ كميات كبيرة من السلع وبنتواجد في اماكن كتيرة، لكن بالتوازي مع ده بتتعمل حلول طويلة الاجل في العمل على تخفيض تكلفة التداول. طيب. اللي هي عنصر أساسي في التضخم. معلش يا دكتور خليني أكلمك بصراحة، يعني في مثلا مجال الكهرباء الدولة طلعت وواجهت الناس وقالت لهم على فكرة انتوا هتدفعوا فواتير أكتر، وإحنا هنشيل الدعم عن الكهرباء بالتدريج لمدة 5 سنوات، فأنت هتدفع فواتير أكتر، فابتدت الناس تفكر في ترشيد الكهرباء وابتدوا يقفلوا الأنوار، وابتدينا نعمل حملة واضحة جدا إن انت يا جماعة خلي
خلي بالك ان انت هتدفع ثمن الكهرباء وثمن الميه، فخلي بالك ابتدي رشد سلوكك وغير سلوكك. واظن ان بعض مش كل السلوك ابتدى يتغير. احنا في قضية الاستهلاك السلع الحقيقة بنقول للناس معلومة مختلفة، بنطلع للناس نقول لهم استهلكوا كيفما تشاؤون، احنا هنضخ سلع منخفضة السعر وهنفضل نضخ سلع منخفضة السعر، ويزيد السكان ما يزيد السكان، يزيد الاستهلاك زي ما يزيد الاستهلاك. لا توجد رسالة واضحة تواجه ارتفاع الاستهلاك اللي احيانا كتيره بيكون استهلاك ترفي. لا ازاي، احنا لما عملنا مثلا منظومه العيش وشجعنا الناس على ان هم يخفضوا استهلاكهم من العيش، عملنا نظام النقاط وهم خفضوا ده. الاستهلاك زي ما حضرتك بتقولي نوعين، استهلاك اساسي والناس محتاجاه ما نقدرش نضغط عليهم، نتكلم عليه بالظبط. لكن الحكومه الدوله نفسها استوردت ياميش، الدوله نفسها في كراتين رمضان جابت ياميش يا دكتور. الاستهلاك ما عندناش دولار. الاستهلاك الطرفي دلوقتي احنا بالعكس الاسعار بتاعه المنتجات الطرفيه عليها الضريبه الجمركيه اللي بتخلي سعرها مش في متناول غير الناس القادرين جدا عليها، وده ممكن قلل بشكل كبير من الواردات في هذا القطاع. الأمور اللي هي تعتبر من الاستهلاك الطرفي اللي حضرتك بتقولي عليها لا يوجد أي تشجيع في الدولة ليها، بالعكس ده اتحطت قيود. يا دكتور لما الدولة تحط في كرتونة رمضان اللي هي ليه محدود الدخل وللطبقات الأقل من المتوسطة، يميش اسمح لي ده تشجيع، ده مش ولما ما يبقاش فيه رسالة واضحة من الحكومة إنه يا جماعة مش هنقدر نكمل كده ومش هنقدر نضخ سلع بالشكل ده ومش هنقدر ندعم كل ده، ده بيأثر. يعني خلاص الناس بتشوف ان ده عادي وان الحكومة هتفضل بابا وماما، الحكومة هتفضل تجيب الحاجة، فبالتالي نمط استهلاكها ما بيتغيرش. بس الحكومة ما دعمتش اليميش ولا حطته في اي باكج من اللي بتقدم لمحدودي الدخل على الاطلاق، ولم تشجع ده على الاطلاق، بل بالعكس هي الحكومة ملتزمة زي ما حضرتك قلتي بالسلع الأساسية اللي هي مهتمة إن توفرها. وإحنا حتى في وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع اللي بنتحرك عليها بقوة هي السلع الأساسية زي الزيت زي السكر زي اللحوم الدواجن، الحاجات اللي الأسر بتبقى محتاجاها. أما السلع الأخرى إذا كانت موجودة في أي مجال فهي موجودة لأن السوق مفتوح لها، لكن لا يوجد أي تشجيع لها ولا تدعيم لها ولا حتى حوافز ضريبية أو حوافز جمركية لها. طيب الناس اللي ما بتجيبش حاجتها من المجمعات الاستهلاكية تعمل إيه؟ حضرتك شايف إن في ارتفاع أسعار رهيب صحيح. معدلات التضخم دي مش معدلات، دي معدلات من التعبئة والإحصاء، معدلات رسمية. برغم كل الضخ اللي انتوا بتعملوه للجيش بيعمله، احنا عندنا أعلى معدل تضخم، أعلى معدل ارتفاع أسعار من 7 سنين. الناس دي تعمل ايه؟ يعني ما هو في النهايه جميل، احنا علشان كده اتحركنا بفكره جمعيتي، وبقول لحضرتك احنا فتحنا في 3-4 شهور 870 فرع ومكملين. ده رقم كبير جدا على فكره في الزمن القياسي ده، ده كان يقعد سنين عشان يتفتح واشتغل في اماكن ما كانش ممكن نروح لها. واحنا في نفس الوقت بنشجع كل المنتجين مش بس المجمعات الاستهلاكيه، في مؤسسات مجتمع مدني بتشتغل معانا، في قطاع خاص بيشتغل معانا، في اماكن تعاونيه بتشتغل معانا، بنوسع النطاق اللي ممكن نوصل فيه للناس، بنتعاون مع منتجين، بنتعاون مع سلاسل تجاريه، بنعمل صفقات كبيره جدا زي اللي عملناها في اللحوم وزي اللي عملناها في الدواجن، ودي لاول مره تتعمل، قدرت ان هي تعمل توازنات في السوق. لو احنا ما كناش موجودين في السوق بالقوه دي طبعا كان الموقف هيتغير تماما. انا متاكده ان التواجد ده مهم، لكن اللي انا بقوله ان ده تواجد نفسه قصير، محتاجين نغير اليات السوق نفسها، نزود المنافسه، نزود تجاره التجزئه، محتاجين ان احنا كمان يبقى في رقابه واضحه، لان في منتجات لوكال محليه بتتزرع في ارضنا وبتشرب ميتنا وما فيهاش اي جزء من الدولار من المكون الدولاري وبتغلى بشكل غير منطقي. هنا في فكره الرقابه على الاسواق. ده تمام، احنا بنتحرك في ده، لكن زي ما بقول لحضرتك وحضرتك محقه ان دي كلها اجراءات للسريعه بتتعمل
بيتعامل معها بالتوازي، لازم إجراءات طويلة الأجل ومتوسطة الأجل اللي هي بتبني قاعدة للإنتاج تعوض اللي بيجي من الخارج، لأن الاعتماد على الخارج بشكل كبير لازم طول الوقت هيبقى بيحملنا تكلفة مرتفعة. هي الفكرة إن الخارج أسعاره بتقل عموما، يعني كل الأسعار الكوموديتيز برة بتقل نتيجة بس موضوع الدولار ده، فإحنا تكبدنا ده، لكن كوموديتيز برة حضرتك عارف إن الكوموديتيز منخفضة معظمها. حضرتك عارفة إن الدولار مثلا في الفترة السنتين دولت بالنسبة للدولار الرسمي ده مثلا في حدود 25%، ده نسبة عالية جدا، الرقم عالي جدا. ومش كل الكوموديتيز اسعارها بتقل، في كوموديتيز كتيره اسعارها زادت، مش كلها في الاسواق العالميه قلت، يعني ومفيش حاجه قلت خلال السنتين دول، هو في حاجات ثبتت وفي حاجات اسعارها ارتفعت، في حاجات ارتفعت كتير، يعني مش كل الاسعار الكوموديتيز زي ما بيشاع ان هي منخفضه عالميا. لا يعني معلش يا دكتور، الحقيقه يعني انا بسافر كتير وحضرتك كمان، لا بره اسعار الاكل والشرب أرخص من مصر. أنا في آخر سفرية تعمدت إن أنا أدخل مجموعات من السوبر ماركت في الديسكاونت ستورز وعملت مقارنات سعرية، وفي كل مرة على فكرة حد بيسافر بطلب منه ده، وفي كل مرة بكون في الخارج بعمل ده وبنفسي. الملحوظ إن أسعار السلع اللي كانت دايما في الخارج أقل من ما هي في الداخل، يمكن السنة دي الأسعار في الخارج ما هياش أقل من الداخل، وأسعارنا مقارنة بالأسعار العالمية ما هيش مرتفعة، لكن الدخول منخفضة ومستوى المعيشة منخفض، وهي دي المشكلة الحقيقية. بشكرك دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية. برجع للدكتور عمرو حسنين مرة أخرى، إيه اللي غلط في العجلة الاقتصادية دكتور؟ شوفي، هو طبعا انا استمعت لوزير الوزير والحقيقه كلامه جميل جدا، وواضح ان في مجهود رهيب بيبذل. طبعا السؤال مجهود جامد جدا الحقيقه يعني، لكن هو السؤال، انا المجهود ده بيغطي لي قد ايه من ال 91 مليون بني ادم اللي عندي، اللي باي ذا واي بيزيدوا بشكل حتى ما فيش حد بيقول لهم بتعملوا ايه، ما بيزيد بشكل بالزبط رهيب. بالظبط. وهل هنقدر نكمل ونواصل بالمنظر ده ولا لا؟ انا الحقيقه باخلص من الكلام ده الى نقطه مهمه جدا، انا نفسي اتمنى ان الحكومه تركز جزء من مجهودها في تفعيل الكتله الكبيره من الشعب وادماج الشعب في اصلاح احواله، لانه لحد دلوقتي الشعب منعزل عن ان هو يشتغل على اصلاح احواله بنفسه، لحد دلوقتي هو في وادي والحكومه برضه حكومه عماله تلهث وراه، ولكن عارفه المثل الصيني اللي هو علمني ازاي اصطاد، ما تدينيش سمك بس علمني ازاي اصطاد. انا عايز نفسي الحكومه تكرس بعض وقتها لادماج الشعب في انه يعمل على اصلاح احواله، لحد دلوقتي النقطه دي احنا هاملينها تماما. وانا الحقيقه باعول جزء كبير جدا على هذا الشعب، الشعب ده واعي طبعا، الشعب ده بيفهم، الشعب ده بس بيفهم. محتاج يعني في موضوع الكهرباء نجح وقدر ان هو يرشد الكهرباء، في موضوع الميه نفس الشيء، لكن ما احنا لازم نقول له، انا لازم اقول له تعالى يا اهل يا جماعه الخير، احنا ادي ارادنا كله وادي مصاريفنا وكل اللي اقدر اجيبه لك كذا بالارقام، واخد بالك؟ ها هتقدر تعمل معايا ايه؟ وابتدي افعله بحيث انه يرجع يشتغل تاني. خدي بالك انا من 3-4 سنين واحنا مع بعض في المداخلات دايما اقول لك نحن وطن في اجازه، هل الاجازه انتهت؟ ما انتهتش، احنا مكملين اجازه الحقيقه، عيد وقف عيد كمان. بشكرك. اجازه مدفوعه الاجر، اجازه مدفوعه الاجر for a very long time، مع استهلاك عنيف جدا، مع إنتاجية ما تزيدش عن 20-25% على أقصى تقدير. لا طبعا ده وصفة لي يعني نهاية غير سعيدة. بينما عندنا فرصة مش ما عندناش، يعني الشعب ده إذا اتاخد كده وتوعى وأدير طاقته ناحية انه يصلح احواله ويصلح نفسه ويشتغل على انه يحسن وضعه بنفسه، مش حد تاني اللي يحسن له وضعه، هو يحسن وضعه بنفسه، انا بقراه اننا هنلاقي نتيجة تانية خالص. نقطة برضو سعادتك اشرت اليها، دي نقطة مهمة جدا، معروف كده علميا انه من ضمن طرق معالجة العجز الشديد لما يزيد قوي في الميزان التجاري
هو سعر الصرف. ومما لا شك فيه انه لا مناص من اننا سنضطر الى برضه تخفيض الجنيه، لانه ما عندناش حلول كثيره. ما انا ما عنديش دولار، طب اعمل ايه؟ اعمل صح. ايه؟ فدي هتبقى من ضمن الحلول اللي لازم نتوقع انها تواجهنا. وبالتالي لازم انماط الاستهلاك هتتغير، محتاجين توعيه، محتاجين ادماج الشعب في هذا الموضوع. وده انا بقول دور الحكومه، دور الرياده، لازم ترود الشعب ناحيه هذا الاتجاه. بشكرك دكتور عمرو حسنين رئيس شركه مارس التصنيف الائتماني، ولازم يعني اشيد جدا بالحمله اللي كانت في رمضان اللي هو اشتري المصري. دي كانت حمله عظيمه جدا، كان في حملات توعيه هائله جدا كمان حتى على السلوك الاجنبي اللي داخل يشتري الموستين فبيتقال عليه هايل، ده بص الناس عامله ازاي، ولما يدخل المصري يقول لك ايه ده، عيب كده، ازاي يعمل كده، ازاي يشتري موستين. بس فكرة تغيير نمط الاستهلاك مهم جدا، والحقيقة انه يعني دي كانت حملات ممتازة، اتمنى انها تستمر مدة طويلة. الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية. دكتور علاء، هل عندك تفسير لارتفاع اسعار السلع المحلية؟ يعني سيبك من السلع اللي هي اللي فيها مكون دولاري، لكن انا بتكلم على التوتالي لوكال اللي هي لوكال 100%، الخضار والفاكهه والحاجات اللي هي 100% لوكال دي، ليه اسعارها ارتفعت؟ مساء الخير نعم لميس، ومساء الخير للساده المشاهدين. يمكن في نقطه احنا تجاهلناها. اولا انا بشكر حضرتك على اثاره هذا الموضوع، وهاخد من الانترو بتاع حضرتك وكلام دكتور خالد حنفي ودكتور عمرو حسنين لشرح ليه الاسعار ارتفعت. احنا كدوله بننتج نفس الكم من السلع والخدمات، ورفعنا الاجور والمرتبات خلال الثلاث سنوات الماضيه بنسب عاليه جدا. نعم. وبالتالي لابد ان يحصل تضخم. يمكن الارقام اللي اعلنت من تعبئه والاحصاء نسبه التضخم عاليه 14.8%، ولكن مكوناتها اعلى نسبه تضخم فيها كانت الرعايه الصحيه، كانت حاجه و30%، يليها الطعام والمشروبات، يليها المطاعم والفنادق. بقيت المكونات السله الاستهلاكيه للاسره المصريه كانت اقل من المتوسط. ولكن الاهم من ده هي نصيب كل جزء من هذه المكونات. احنا بننسى ان عندي اتصالات السلكيه واللاسلكيه مكون كبير جدا من هذه السله ما ارتفعش لانه ما اتغيرش خلال السنه اللي فاتت، ولكن بيستهلك جزء كبير من انفاق الاسر المصريه. حضرتك يمكن اثرتي الحمله اللي احنا بدانا ندعمها كاتحاد غرف تجاريه نشتري المصري، بقالنا سنتين شغالين فيها. دي حمله عظيمه الحقيقه. حضرتك النمط الاستهلاكي، حضرتك عشتي بره، انا بروح انا وزوجتي بشتري برتقانتين، تفاحتين، موزتين، وبتتوزن وبشتري اللي انا محتاجه. احنا في مصر بنشتري بالكيلو، وبالتالي عندي جزء كبير جدا، جزء منه بيبوظ عادي جدا وبيترمي، بيضاف لل 30% اللي بيتم اتلافهم اثناء التداول من المزرعه الى المستهلك. دي لابد من مشاركه مجتمعيه، ده لا دور الحكومه ولا دور القطاع الخاص، ده دور المجتمع بالكامل، دور والمجتمع المدني الحقيقه لازم يشتغل في القصه دي، انه توعيه، وفي حمله توعيه و متواكبة مع تغيير الموازين عند البائعين في جمهورية مصر العربية بالكامل، ده مشروع بنعمله مع الاتحاد الأوروبي. الهدف منه ان بدل ما اروح اشتري بالكيلو، لان هو عنده السنجة بتاعته كيلو ونص كيلو، ان يبقى عنده ميزان بيحسب بالجرام، وبالتالي المواطن بيشتري الكمية اللي هو محتاجها. ده هيتواكب مع حملة إعلامية قوية جدا لتوصيل هذه الرسالة. ده مهم قوي. حضرتك يمكن اثرتي ده بالنسبه لنمط الاستهلاك. حضرتك اثرتي موضوع الاستيراد. انا يمكن من المؤمنين بالتجاره الحره طبعا، بان منع الاستيراد ده، اولا احنا لا نملك منع الاستيراد في اطار التزاماتنا الدوليه في منظمه التجاره العالميه، ولكن املك ان انا احرك الجمارك، انا احرك الجمارك على السلع اللي بعتبرها ليست لازمه في المرحله الحاليه. ده بيحقق لي عداله اجتماعيه، لان انا بحصل على قيمه هذه الجمارك بتخش خزانه الدوله، اقدر ادعم بيها المواطن البسيط بشراء السلع الاساسيه له. فاللي انا اقدر اعمله ان انا اقلل الجمارك على السلع الاساسيه وارفع الجمارك على السلع اللي بنعتبرها كماليه. بالنسبه لي حضرتك يمكن اثرتي موضوع الموبايلات،
مثلا يعني يمكن بجري كده في كل اللي حضرتك اتكلمتي فيه. اولا الرقم المعلن هو اقل من الواقع. البيانات فعلا المعلنه بالنسبه لي اللي بيعمله كاب من مصر على الاي كلاود، هذا الرقم اقل من نصف الموبايلات اللي دخلت مصر في هذه الفتره. كم التهريب، وده باب لابد من التدخل فيه. ويمكن لما جربنا منعنا بعض السلع زي اليانيش ايام الدكتور علي لطفي كان متوفر في السوق المحلي، ولكن بدل ما كنت بدخل الجمارك دي لخزانه الدوله بقى بتدخل لتاجر الشنطه اللي بيورد. حضرتك اخر حاجه، فانت مش مع ان انا اوقف استيراد حاجه، انا ارفع الجمارك، ازود الجمارك. ارفع الجمارك، مظبوط، ارفع الجمارك، صح. يعني عداله اجتماعيه صرفه تماما. الحاجه الاخرى لازم اتحرك في اتجاهها هو ان انا ازود المنافذ، وده يمكن بنعمله مع جهاز تنميه التجاره الداخليه التابع لوزاره التموين، وتم فتح عدد كبير من المنافذ، حولنا ال 25,000 بقال تمويني لسوبر ماركت، وبالتالي بقى في منافسه بكسر بيها الاحتكار. بالظبط كده، هي المنافسه. واحنا ما عندناش، انت لما بتروح انجلترا ولا بتروح فرنسا المنافسه بين الويتروز والسينزبري بيقطعوا بعض منافسه في خفض الاسعار، وهو ده اللي بيحقق صالح المستهلك في النهايه. اخر حاجه يمكن، ودي النقطه الهامه جدا، ان النمط الاستهلاكي المصري لابد من تغييره. دي اهم حاجه لازم تشتغل عليها، وليس على مستوى الحكومه. دور برنامج حضرتك، دور المجتمع المدني، دور المنظمات المجتمع المدني من اهم ما يمكن في هذا الاتجاه. اشكرك شكرا جزيلا على الكلام الحقيقه يعني المنطقي جدا، دكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجاريه. ال 456 مليون دولار دول يا جماعه موبايلات، دول حوالي 4 مليار جنيه موبايلات في 3 اشهر. والدكتور علاء كمان بيقول ان ده رقم، ده النص. 4 مليار ايه؟ طيب معانا اتصالات هاتفيه. مصطفى اتفضل يا مصطفى. مساء الخير مدام لمين. مساء النور، اهلا بيك. انا حضرتك بتفرج الحلقه من الاول، فهعلق بس يعني على كذا حاجه. يعني اول حاجه حضرتك كنت بتتكلمي على موضوع النووي. الموضوع ده باختصار زي عربيه رولز رويس موديل سنه 50 هي تقعد في المتحف، لكن هي ملهاش انها تمشي في الشوارع. موضوع موديز ده موضوع ما يقلقش خالص، وانا دارس اقتصاد وفاهم كويس قوي اللي هم كاتبينه. هو اللي يقلق ازاي هنتحرك في المرحله الجايه، مش اللي حصل في المرحله اللي فاتت. فكل هم بيقولوه ما يقلقنيش تماما، بل بالعكس هو في حاجات كتير جدا ايجابيه، لكن ازاي هنستغل بقى ونبني على اللي عملناه، هو ده اللي هيبقى فيه التحدي الحقيقي. اهم حاجه عايز اعلق عليها من اللي حضرتك قلتيهم هي فكره التنافسيه في السوق المحلي وفكره المونوبولي. الحقيقه انا اختلف مع حضرتك تماما، احنا من اشد الاسواق في العالم تنافسيه في الريتيل وفي الهول سيل، وكم التجار اللي موجودين سواء رسمي او غير رسمي وكم منافذ البيع غير طبيعي. وحضرتك اللي قلتي اكزامبل ويت روز، فانا هعلق عليه. انا كان عندي شركه في انجلترا وكنت بورد الويت اللي على الرف في ويت روز بجنيه استرليني، انا كنت بورده له ب 30 قرش. فبالعكس ده هم هناك عندهم كنترول اعلى بكتير من الاسواق بتاعتنا، فالمقارنه هنا ظالمه. هي المشكلة ان احنا بنشوف، انت بتشوف ممكن تنافسية في القاهرة في اسكندرية، لكن انت لو نزلت المحافظات في الصعيد في اسيوط، لا بتقعد مدة طويلة على ما تلاقي بقال قطاع تجزئة. لا مفيش منافذ كتيرة في المحافظات التانية. انا اختلف، انا اشتغلت في الصعيد كتير جدا جدا جدا، والصعيد يمكن اشتغلت فيه اكتر من الدلتا، ده التنافسية هناك رهيبة. وانا مختلف تماما مع حضرتك في النقطه دي، يعني وارجو ان حضرتك ما تزعليش من ان انا بقول. لا لا احنا مختلفين، بس انا مصر على وجهه نظري، ان انا عارفه ان المحافظات بيشكوا شكوى رهيبه من عدم وجود اللي هي منافذ تجاريه اللي هي تجاره التجزئه الكبيره، السلاسل دي مش موجوده. حضرتك الحته دي بتكون مشكلتها في الحاجات اللي محتاجه ثلاجات، هي دي بتلاقي فيها مشاكل، مش في الدراي جودز، لان هي دي الحقيقه اللي فيها جاب جامده جدا. الأسعار يا أستاذ مصطفى هي نفس الأسعار بتلاقيها في كل ما بين فلان وفلان وفلان، هي نفس الأسعار. التنافسية تعني إن إن شاء الله يبقى فيه 5 قروش فرق، ده مش موجود. ده في اتفاقات تحتية، ده في اتفاقيات تحتية بين كل هذه السلاسل كي تكون أنا بسيطر على السوق بالشكل ده،
ده مش موجود بره، انا عشت بره وعارفه الناس دي كلها، والناس دي ما عندهاش اي اتفاقيات دوليه. ما اعرفش يمكن حضرتك منتمي لحد منهم، بس انا بقول لك بره مختلفين. انا ببيع لهم فبالعكس. طيب يبقى عشان كده بقى يبقى عندك أبداً. ده انا على الطرف هنا في كونفليكت اوف انترست يا استاذ مصطفى، لازم تفصح عنه. حضرتك انا مش واقف معاهم، انا واقف ضدهم. لا انت كده عندك كونفليكت اوف انترست وتضارب مصالح، ولازم تعترف بيه في الاول. لا ما اعترفش، بالعكس ده هي الناس دي هم اللي ضدي، هم اللي بياكلوا مني. انت بتبيع لهم. انا مصنع حضرتك، فانا بصنع وببيع لهم، فانا هم اللي بياكلوا مني. يعني اللي حضرتك بتقوليه ده لمصلحتي انا، اللي هعرف اكسب منهم اكتر لو في تنافسيه، انما احنا التنافسيه في مصر شديده للغايه. انا ما بشوفش يعني ده عموما وجهه نظرك انا بحترمها، بس انا مختلفه تماما معاها. شكرا يا استاذ مصطفى. اسماء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك؟ كل سنه حضرتك وانت بالصحه والسلامه وكل المسلمين طيبين. الله يكرمك، شكرا. استاذه لميس، طبعا انا مع حضرتك في كل كلمه بتقوليها، كل كلمه قلتيها فعلا صح. قبل اي حاجه احنا مفروض نواجه جشع التجار. صح، جشع التجار هو اللي عامل ده كله، والشعب لازم يساند الحكومة، والشعب لازم كمان يقرر انه لما يلاقي تجار جشعين ما يشتريش. ايوه، نعمل مقاطعة. صح، نعمل مقاطعة، زي نعمل مقاطعة للحوم زي ما عملنا قبل كده ونجحنا فيها. بس الكلام ده كله برضو لازم متابعة من الحكومة، ما يبقاش الجيش هو اللي قاعد يعمل منافذ عشان يعمل سلع رخيصة والناس بتجري عليها والناس بتخلص السلع التموينية اللي فيها. وبالرغم من كده بنواجه مشكله جامده جدا اللي هي قله السلع لارتفاع الاسعار، واللي بياخدوها التجار نفسهم اصلا الجشعين، هم اللي بيشتروها يعني بيوزعوها بفلوس اكتر. فاحنا هنا برضو لازم نواجه، يعني عايزين توعيه زي ما حضرتك كده، زي ما حضرتك كده عامله، لازم حمله اعلاميه كبيره جدا لمواجهة جشع التجار مع سلوك المستهلك، الرقابة التموينية الشديدة. بشكرك يا أسماء. الرقابة التموينية الشديدة على جميع السلع. بشكرك يا أسماء. مروة اتفضلي. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. مروة، أنت مستعدة أن أنت لو جينا قلنا أن اليميش ده غالي جدا أنك ما تشتريهوش، أو لو في سلعة معينة غالية جدا وحاسة أن في جشع فيها أنك أنت ما تشتريهاش؟ أنا ما اشتريتش السنة دي يميش يا مدام لميس. برافو عليك يا مروة. زيادة الأسعار اللي حصلة علشان أولا التجار كانوا فعلا بشعين، وبعدين التجار اللي احنا بنتكلم عنهم، أوكي يا جماعة أنا معاك 1000% إن الحاجة اللي تغلى زيادة عن اللزوم لا نقطعها ومش عايزينها، بس هم واخدين كل حاجة يا مدام لميس. دي نمبر 1. نمبر 2، فين يا جماعة رقابة من الحكومة؟ فين الناس اللي ممكن تنزل تعمل تفتيش يا جماعة، أنت فلان أنت عامل حاجة غلط، أنت فين؟ ازاي ما يبقاش في حساب للتجار دول؟ التجار بيحوشوا الحاجات عن المواطنين ويخبوها وينزلوها بعد كده اللي عايز يشتري بسعر اغلى. وطبيعي جدا ان احنا كناس عندنا كشعب عندنا اطفال هنوكلهم ونشربهم ازاي؟ شكرا يا مروه، شكرا. وائل اتفضل. ازيك؟ اهلا بيك، اتفضل. ازي حضرتك يا استاذ امين؟ الحمد لله في نعمه، الحمد لله. حضرتك دلوقتي الاسعار متفاوته جدا 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 على مستوى البلد كلها. فاكهه، خضار، سكر، زيت، كل حاجه حضرتك. حتى البياع التوامين بتاع التوامين ما عندوش سكر، ما عندوش رز، وما فيش الاسعار حضرتك اللي احنا شايفينها دي خالص. لا، هو في منافذ يا وائل، بس عشان نبقى يعني منصفين، في منافذ من الجيش وفي منافذ من التموين، دول كلهم موجودين، والحقيقه دول فرقوا جدا في رمضان السنه دي. طيب شكرا يا وائل. محمد. يا محمد. الو الو، اتفضل اتفضل يا فندم. الو، انا الدكتور محمد، انا مش هطول في اتفضل يا دكتور. دلوقتي يعني انا مركز على حاجه، ان موضوعها مش الربح. كل الدول المتقدمه تتدخل في تحديد هامش الربح، وحتى كان في وزير تموين سابق قبل كده كان بيطلع نشرة كده كانت الناس بتتريق عليه، رغم ان هو صح من وجهة نظري،
يبقى دلوقتي لازم يتحدد هامش الربح عشان الاستشهاد بيه، لان فعلا زي ما قال الدكتور عمرو قبل كده وكده الست المحترمه اللي قبليه برضه ان جشع التجار ده شيء مهم جدا. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه الاقتصاد غير الرسمي لازم يخش المنظومه، لان اكثر من 50% من اقتصاد الدوله بيمثلوا الاقتصاد غير الرسمي، وده بيضيع على الدولة ضرائب أكتر من 100 مليار. لا بيدفعوا ضرائب ولا أي حاجة تانية. مظبوط، لازم يخش المنظومة، هم هيستفيدوا والدولة هتستفيد. مزبوط. آخر حاجة، كان في مثال من فترة صغيرة، كان كيلو القوطة بيتاخد من المزرعة ب 75 قرش ووصل أحيانا ل 5 جنيه في ظل شبه ثبات ظروف العرض والطلب، وده طبعا شيء خطير، لازم نسيطر على هذا الموضوع. شكرا، بشكرك يا دكتور. بمناسبة القطاع غير الرسمي، ما هو لازم الدولة تقدم حوافز لهذا القطاع، تفهمه ليه لازم تدخل القطاع الرسمي، ليه لازم تدخل البنوك، ما لازم يبقى فيه تحفيز. عبد الرحمن اتفضل. مساء الخير استاذ رامي. مساء النور، اهلا بيك. انا بس عندي تعقيب لاستكمال كلام الدكتور عمرو. البيت المصري بيت مستهلك، كنا بننتج وكنا بنربي في البيوت دواجن وارانب وخلافه، اللي عنده حاجه ممكن حوض زرع صغير في بلكونه في حاجه كان بيزرع جرجير بقدونس مش عارف ايه. دلوقتي الكلام ده مش موجود خالص. المفروض ان احنا الدوله تحاول تحفز الناس، مش انها تربي فراخ. مش هينفع نرجع نربي فراخ تاني. انا مش بتكلم على البيوت في المدن، انا بتكلم حتى في الريف. ولا في الريف ما ينفعش، عشان ده انفلونزا للطيور وكده، احنا عايزين نبطل الموضوع ده. تحت رعايه الاداره البيطريه في وزاره الصحه يبقى في توعيه للناس وفي توجيه صح، نرجع تاني ننتج في احنا بيت. بطلنا نخبز في الفلاحين يعني في البلد، بطلوا يخبزوا العيش في البيت، بطلوا يقفوا بالطابور عشان يخبزوا الجبنه واللبن والجبنه والزبده اللي كانوا بيتعملوا في البيت، بيجيبوهم دلوقتي من عند ما بيعملوهاش في البيت. صح. فيا ريت نرجع نعمل ده تاني. شكرا يا استاذ عبد الرحمن. اخر تليفون مين يا جماعه؟ مداح. مين يا فندم؟ مداح اتفضل. يا استاذ مداح مساء الخير يا صاحبه اجمل ابتسامه في مصر. ربنا يخليك، ميرسي. اتفضل. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. الحكايه مش في السلع الغذائيه بس يا استاذ لميس، خلي بالك ان احنا ممكن نتغلب على السلع الغذائيه ونوفرها ونشتريها، بس خلي بالك في حاجات تانية. الصناعيه اللي بيخش بيوتنا لما تكون عندك لمبه عايزه تتغير يغير لك اللمبه بمبلغ كبير، لما يكون عندك جلده حنفيه بيغيرها بمبلغ كبير، اما تركبي التاكسي الابيض ويقف في اشاره لو رحت 2 3 كيلو متر ب 50 جنيه ب 60 جنيه، فكل الحاجات دي عبء على الاسره او على المواطن يا استاذ لمين. صح. الاسكان، انا عايز اجيب لابني شقه يتجوز فيها، مش عارف عايز 200,000 احوشهم امتى؟ اذا كنت انا بدخل 1000 مثلا في الشهر، يبقى 300,000 عايز 300 شهر، يكون انا مت بقى ورحت في داهيه. بعد الشر عليك يا مداح. بشكرك وبشكرك. اشكرك اشكرك. طيب دكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبه الدواجن، مساء الخير يا دكتور. تنور استاذ رامي. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. بكام الفراخ دلوقتي يا دكتور؟ الدواجن في المزرعه النهارده 17 جنيه، البيض ارتفع النهارده جنيه بقى 19 جنيه في المزرعه، بيتباع ب 23 جنيه قطاعي، الفراخ بتتباع 20 21 جنيه في الوقت الحالي. إيه؟ لا 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 معلش يا دكتور والنبي. 20 ايه؟ 20 جنيه ايه؟ 20 دولار قصدك؟ 20 جنيه ايه؟ في فراخ ب 20 جنيه يا دكتور دلوقتي؟ لا لا بس خليكي معايا استاذه رنيس، الفراخ الحيه انا بتكلم على الحي وليس على المذبوح والمكيس والمعبأ. انا بتكلم الفراخ في المزرعه ب 17 جنيه بتتباع حيه ب 20 21 جنيه، مكيسه معبأة تصل الى 26 جنيه. تمام؟ تمام. احنا بنتكلم على المزرعه دائما وابدا، لان الفيصل الاساسي عندي هو المزرعه. بس انا بوصل بالفرخه المجمده ل 60 جنيه وحاجات كده، ما انت عارف حضرتك. معلش الكلام ده يمكن كان في اول رمضان، لان في رمضان. لا في رمضان احنا اشترينا بالرقم ده. ودلوقتي يعني لما نزلت بقت بكام؟ ب 50. لا في انخفاض. لا 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 بس خلينا بس عشان يبقى الناس عارفه الكلام الحقيقي، يعني احنا النهارده في انخفاض في الاسعار، ولكن هذا الانخفاض مش هو انخفاض عشان تكلفة إنتاج، لكن انخفاض لأن هناك ركود في السوق المصري، وبناء عليه حصل عملية الانخفاض، لأن ما زال عندي العلف غالي، ما زال عندي مشاكل في التربية، ما زال عندي أيضاً بعض الأمراض الوبائية، هي دي الأساس عندي طبعًا. أنا من خلاله. ودي نقطة مهمة جداً، لكن سؤالي بقى في موضوع العلف يا دكتور، كانت الدولة قالت إنها مستعدة إنها تستورد هي العلف علشان تستورده بأسعار مخفضة، هل حدث ده؟ حضرتك عملت مداخلة معاكي وأنت قلتي لي إن وزارة التموين استجابت فوراً، هذا الكلام منذ شهر 12 ما حصلش. قعدت مع السيد الوزير
وقال انا هستورد، ولكن حتى الان نحن في شهر كام حضرتك؟ 7، لم يحدث ولا يعني من شهر 12 لشهر 7 يا جماعه دوله قالت هتستورد علف وما استوردتوش حاجات بسيطه اللي هو مستلزمات الانتاج. احنا لا نستورد علف نهائي، منتج نهائي، لكن بنستورد مستلزمات الانتاج، الذره والصويا وكل المستلزمات احنا بنستوردها من الخارج بنسبه 85%، وقلنا لابد ان احنا نتواكب مع الاستيراد والزراعه عشان نقدر نحاول قدر الساعة نخفض تكلفه الانتاج عشان يصل السعر مناسب للمستهلك حسب مدخلاته. ده اللي احنا بنتكلم عليه في المرحله، لكن للاسف الشديد حتى الان لم يتم الاستجابه ولم يتم التحرك الايجابي في هذا الصدد. حتى الزراعه احنا ما زلنا نتحدث عن زراعه الذره الصفراء والصويا، برضك لم تكن خطوات واضحه على ارض الواقع عشان نسعى اللي احنا عاوزينه. بشكرك جدا على المداخله دي يا دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن. عايزين في خطوات لزراعه الذره الصفراء ما حصلش حاجه، موضوع استيراد الدوله للعلف ما حصلش حاجه، كلام واقع يعني جماعه، يعني لازم نواجه انفسنا بالواقع. انا بشكر كل الناس اللي دخلت في هذا الموضوع، انا عارفه انه حوار طويل ممكن ان احنا يعني يمتد للحلقه كلها، لكن لازم نخرج فاصل ونتكلم في امور اخرى. مرة أخرى إحنا هنا القضية ليست الدولة فقط، القضية هي الدولة والشعب، ولكن الشعب بيحتاج توعية، محتاج إن أنت تقوله زي ما بتقوله خلي بالك إن فاتورة الكهرباء هتزيد، وخلي بالك إن أنت هتدفع ثمن المية بعد كده والغاز بيزيد. لازم تقوله إنه أنا مش هقدر أدعم السلع بالشكل ده، يعني مهما قدمت سلع مخفضة ما ده بيكلفني كدولة. محتاجين نغير أنماط الاستهلاك بتاعتنا. يعني غنوة صباح وفؤاد المهندس ونقولت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، دي كانت أغنية في الستينات. لازم نفكر إزاي نغير الأنماط الاستهلاكية. إحنا شعب مستهلك غير منتج، ما بيشتغلش، عدد ساعات الشغل بتاعتنا قليلة جداً. لازم نفكر إحنا كشعب دورنا إيه، إحنا نعمل إيه، لكن الدولة أيضا يجب أن تكون هي القائد والمعلم، هي القائد وهي اللي بتقود المسيرة. نخرج فاصل بقى، وبعد الفاصل نكلمكم على وزيرة الخارجية، عفوا على رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة. أهلا بكم من جديد. بنتابع زيارة السيد وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري لإسرائيل بالأمس ولقائه مع نتنياهو. النهاردة السيد الوزير تابع ذلك بمجموعة من الاتصالات الهاتفية المهمة، اتصل بالرئيس الفلسطيني أبو مازن ليطلعوا على ما دار في الاجتماعات، وأيضا اتصل بوزير الخارجية الفرنسي. والحقيقة أنه يعني كان في مجموعة من الاتصالات المهمة اللي تابع فيها السيد الوزير قبل ما يذهب إلى رواندا لمتابعة التحضيرات للقمة الإفريقية. كل الصحافة العالمية والصحافة الإسرائيلية والصحافة الدولية سواء كريستين ساينس مونيتور نيويورك تايمز كلها أشادت طبعا بدور مصر. أول ما مصر بتلعب دور في يعني العملية الإقليمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول بيبقى فيه اهتمام بهذا الدور، والحديث كله عن لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. طبعا المواقع الإخوانية المسلية كانت نشرت صور متفبركة عن مصافحة، شايفين؟ مصافحة كده عجيبة ان السيد وزير الخارجية سامح شكري كان بيوطي يعني بشكل غير لائق امام الرئيس الوزراء الاسرائيلي. طبعا دي صورة متفبركة لانه هذه الصورة اللي على الشمال هي الصورة الحقيقية، واحنا كلنا شفنا المؤتمر الصحفي. واساسا سامح شكري مش ممكن هيوطي كده لانه هو طويل القامة، فاهم، ما بيوطيش كده، فعيب يا جماعة. يعني برضو لما نحب نفبرك نفبرك بشكل لطيف شوية، بلاش الحاجات الغريبة دي. بريطانيا سيكون لها رئيس وزراء أو رئيسة وزراء جديدة يوم الأربعاء القادم. يعني تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية فازت النهاردة بعد انسحاب المنافسة اللي هي كانت وزيرة الطاقة البريطانية منافستها، انسحبت أمامها بعد تصريحاتها غير اللائقة. من وهقول لكم إيه هذه التصريحات. انسحبت من المنافسة على قمة حزب المحافظين بعد ما طبعا توني بعد ما ديفيد كاميرون قدم استقالته
في أعقاب الاستفتاء الذي وافق فيه البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي اللي هو بريكزيت. من هي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة؟ كانت وزيرة للداخلية، كان لها موقف ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، دعمت سياسة لتحديث حزب المحافظين، كان لها موقف أيضا من المهاجرين. خلونا نعرف عنها بعض الشيء من زميلنا شادي صلاح الدين مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن. شادي، النهاردة كاميرون أعلن أنه يوم الأربعاء المقبل سيتقدم باستقالته للملكة، لملكة بريطانيا، وتصبح لدى بريطانيا رئيسة وزراء جديدة. هذه أول امرأة رئيسة الوزراء في أعقاب مارغريت تاتشر. ماذا، من هي تيريزا ماي؟ بالتأخير مدام لميس، تيريزا ماي وزيرة الداخلية في حكومة ديفيد كاميرون، وهي أحد الخبراء البانكر السابق في بنك إنجلترا، وخبيرة اقتصادية ومالية معروفة. أحد بالرغم من أن هي ضمت إلى حملة ديفيد كاميرون لدعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لأنها دائما وأبدا محسوبة على الجناح اليميني في حزب المحافظين، والبريطانيون في بعض البريطانيين يعني يشعرون بالقلق الشديد بوجود تيريزا ماي، لأنها لها مواقف متشددة جدا ضد المهاجرين، لها مواقف متشددة جدا في التعامل مع القضايا الخاصة بالمهاجرين من الاتحاد الأوروبي والسيطرة على الحدود البريطانية. تيريزا ماي منذ أن أعلن ديفيد بوريس جونسون عمدة لندن السابق عدم دخوله الانتخابات على زعامة حزب المحافظين، وهي المرشحة الأقوى بكل تأكيد لخلافة ديفيد كاميرون، تيريزا ماي هناك من يمني نفسه من أحزاب المعارضة، خاصة حزب العمال، حزب المحافظين، حزب الديمقراطيين الأحرار، حزب الخضر، بإقامة انتخابات عامة مبكرة. لكن لن يكون إمتى ممكن يبقى في انتخابات مبكرة يا شادي؟ يعني دلوقتي اللي حصل إنه المفروض إن فترة كاميرون تستمر لحد سنة كام؟ 18 ولا 20؟ 2020. طيب دلوقتي بما إنه خرج أو أعلن استقالته، فاللي حصل هو انتخابات في المحافظين وجاءت تيريزا ماي، إمتى ممكن يبقى بريطانيا عرضة لانتخابات مبكرة؟ هناك حالتين فقط لانتخابات عامة مبكرة، الأولى وهي تصويت 30 أعضاء مجلس العموم على إجراء انتخابات عامة مبكرة، وده طبعا غير وارد لأن حزب المحافظين يسيطر على الأغلبية، أغلبية سياسية لمجلس العموم. الحالة الثانية وهو وجود تصويت بعدم الثقة من أعضاء الحزب الحاكم على رئيس الوزراء، وهو طبعا أمر غير وارد لأن رئيسة الوزراء الجديدة لسه متعينة بأغلبية كاسحة من ودعم كاسح من حزب من نواب حزبها، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لإجراء انتخابات عامة مبكرة. هناك مطالبات من أعضاء من حزب العمال تحديدا بوجود انتخابات عامة مبكرة، ده كلام مش هيحصل أبدا. وحتى يعني الموقف الرئيس الوزراء البريطاني الأسبق براون كان لما مسك مكان توني بلير ما كمل المدة ولم يجري انتخابات عامة مبكرة. فوجود انتخابات عامة مبكرة تيريزا ماي المحض النهاردة أن هذا الأمر غير وارد ولم يتم تنفيذه. اثنين، الشروط التي تتوفر لإقامة انتخابات عامة مبكرة لم تحدث، وتصويت ثلثين الأعضاء أو إقامة التصويت بحق بالثقة. شادي، احنا بنشهد مشهد نسائي مهم جدا. يعني أولا طبعا هذه أول رئيسة وزراء تأتي بعد مارغريت تاتشر اللي كانت المرأة الحديدية، واحدة من أعظم الناس أنا أظن اللي حكموا بريطانيا. لكن ألمانيا أيضا عندنا ميركل، هي سيدة وهي سيدة قوية جدا. هيلاري كلينتون تحاول أن تصعد إلى البيت الأبيض. يعني أنا بتكلم على ثلاث نساء في أهم ثلاث مناصب في أهم ثلاث دول الحقيقة يحكمون العالم.
لا انا عايز اقول اضيف لحضرتك كمان ان هناك وزيره الاعمال السابقه في حكومه الظل انجيلا ايجلت النهارده اعلنت رسميا ترشحها وتحديها لزعيم حزب العمال زعيم المعارضه جيريمي كوربين على زعامه حزب العمال. يعني خلال واعلن الحزب ان هيبقى في انتخابات خلال الفتره القادمه، لم يتم تحديد الموعد. يعني ممكن نلاقي في بريطانيا رئيسة وزراء وأمامها زعيمة المعارضة الاثنين سيدتين يعني. وكانت المنافسة أساسا بين اثنين ستات، يعني بين سيدتين، بينها وبين وزيرة الطاقة. مظبوط وكيلة بوزارة الطاقة، يعني هي مش وزيرة، وزيرة بوزارة الطاقة اللي هي أندريا ليكسون. هناك حزب المحافظين بشكل عام هناك سيدات في يعني أقوياء جدا. هناك ديفيد كاميرون خلال الانتخابات العامة الماضية، بعد الانتخابات العامة الماضية واقتطاع الحزب للانتخابات، عين عدد ليس بالقليل تقريبا ثلث أعضاء الحكومة من السيدات. حزب المحافظين أيضا كان حزب العمال أيضا اتخذ هذا برضو الخطوة وقام بتعيين العديد من السيدات في وطبعا ووزيرة أعتقد أيسلند أو الوزيرة اللي هي أو أيرلندا، أنا عايز أفتكر وزيرة اللي بتلبس أحمر دايما دي الوزيرة الأولى في اسكتلندا. اسكتلندا عفوا، نيكولا سيرجون. الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا سيرجون، يعني هي دي المرأة الحديدية الجديدة بالفعل. صحيح، يعني دي اللي عايزة تنفصل. بالظبط، ده نيكولا سيرجون من أقوى السياسيين في بريطانيا وتتمتع بشعبية طاغية في اسكتلندا. ومن يوم هي مسكت الحكومه في اسكتلندا، الحكومه المحليه في اسكتلندا، وشعبيه الحزب في تزايد مستمر، واستطاعت خلال السنتين اللي فاتوا ان هي تزيد تستولي على مقاعد حزب العمال في الشمال. صحيح، يعني وحققت انتخابات ارقام غير مسبوقه. بشكرك شادي صلاح الدين مدير وكاله انباء الشرق الاوسط في لندن على هذا التحليل. اذا تريزا ماي ستكون هي رئيسه الوزراء الجديده في بريطانيا. مهم جدا ان احنا اجهزتنا كلها طبعا تتعرف على موقفها من الشرق الاوسط، موقفها من عوده السياحه الى مصر وعوده الطيران الى مصر. لازم ندور على مصلحتنا، احنا فين في خارطة السيدة رئيسة الوزراء الجديدة. ده مهم جدا انه نعرف نتعرف على مواقفها ونبتدي نقرب لها ونتعرف عليها ونروح نبعت لها ناس تقابلها، ولازم يحصل هذا الامر كي يعني نحاول ان يكون لدى بريطانيا سياسات مختلفة عن سياسات كاميرون. كاميرون كان يبدو وكأنه صديق لمصر، ولكن الحقيقة الواقع ان هو طبعا الطريقة اللي اعلن بها ايقاف الرحلات الجوية لمصر لشرم الشيخ، الطريقة اللي أعلن بيها أنه قد تكون سقوط الطائرة الروسية إرهاب، كل دي كانت طريقة مزعجة جدا للمصريين، مزعجة لينا جدا ولدولتنا، خاصة أن الرئيس السيسي كان في بداية زيارته إلى لندن. فالكلام الحلو اللي بيتقال برا الحقيقة كان بيتعمل على الأرض حاجة تانية. نتمنى تغيير في السياسة البريطانية خاصة مع السياحة وخاصة بعودة الطيران، ولكن النساء قادمات، يعني ستات في كل مكان. لازم اقول تعليق واحد قبل ما نخرج فاصل، كان المفروض نتكلم على التقرير البريطاني عن العراق ولكن ما عندناش وقت. الحقيقه انه انا كنت في بريطانيا في الايام الماضيه والشعب البريطاني كله منزعج كده وبيقول هو انا عملت ايه؟ وانا عملت في نفسي ايه؟ في طبعا قلق من الوضع الاقتصادي، قلق من انخفاض الجنيه. النهارده الجنيه الاسترليني ارتفع قليلا، ولكن قلق من انخفاض سعر الجنيه، قلق من انه كتير من المهاجرين ممكن يمشوا، قلق من انه كتير من الشركات والبنوك الاوروبيه اللي كانت بيست ان لندن او موجوده في لندن هتضطر تمشي، فلما تمشي هتسحب موظفينها، فده معناه ان مفيش ان هم مش هيأجروا البيوت او هيبقى، يعني في قلق من الاضطراب، وكمان انه هم عايزين يبقوا على السوق المفتوحه لكن مش عايزين المهاجرين. ودي الحقيقه معادله صعبه جدا. تريزا ماي امامها مفاوضات شاقه مع الاتحاد الاوروبي، ازاي
تبقي على السوق المفتوحة وعلى المزايا التي تحصل عليها بريطانيا من السوق المفتوحة، ان هي تقدر البريطانيين يقدروا يصدروا بدون تعرفس وبدون جمارك وبدون يعني جمارك، وايضا يستوردوا بدون جمارك وتبقى الاسواق مفتوحة، ولكن تقليل خطر المهاجرين وخطر اللاجئين. ازاي تريزا ماي هتقدر تعمل هذا البالانس او هذا التوازن؟ ده موضوع صعب جدا، ولكن في وجوم شديد. كل ما اتكلم اي حد بريطاني، دكتور، بياع في محل، في مطعم، الان خاصة ان لندن وبريطانيا مليانة بالاوروبيين من شتى الجنسيات، فبالتالي كل الناس الان ماذا سيحدث لها غدا؟ وجود رئيسة وزراء جديدة ربما يهدئ الأمور شوية. حبينا أن احنا بس نعرفكم على ما يحدث في العالم ونسأل، وأكيد أجهزتنا هتحاول تعرف بعد أيام قليلة كيف تفكر تريزا ماي في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط، سياستها عاملة إزاي. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نستقبل الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، ومعها ثلاثة من علمائنا في المجال النووي من كندا جاءوا لي يعني يشوفوا الملف السلامة النووية، ونسألهم عن هذا المشروع الضخم. أهلا بكم من جديد. فريق الحلم النووي المصري، والحقيقة مصر بقالها سنوات طويلة من الستينات عندها حلم نووي. هو السؤال اللي احنا لازم نعرفه ونسأله، هل الحلم ده لسه valid، يعني لسه ممكن تحقيقه، ولا العالم اتجه لمجالات أخرى لإنتاج الطاقة، وبالتالي احنا بنصرف فلوس في حاجة ممكن يكون لها مجالات أخرى؟ ولكن الدولة خدت قرار انها هتعمل محطة نووية. في اسئلة كتيرة جدا لا علاقة بانتاج الكهرباء من المحطات النووية، غير القرض اللي هو 25 مليار دولار اللي هو رقم كبير، هل هو ده رقم كبير ولا مش رقم كبير؟ النفايات النووية هنعمل فيها ايه؟ هل الضبعة هو المكان السليم ولا لا؟ هل احنا هناخد التكنولوجي مثلا من روسيا ولا هيبقى علمائنا شركاء في هذا؟ في مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة محتاجين ان احنا نسألها. معانا ثلاثة من علمائنا في كندا، الحقيقة ان هم لهم دور وباع كبير في ملفات الأمن والسلامة في المفاعلات النووية الكندية. السيدة الوزيرة نبيلة مكرم الحقيقة بمبادرة منها طلبت منهم ان هم يجوا مصر ونبتدي نتكلم ونستفيد من خبرات المصريين في الخارج في هذا المشروع المهم اللي اظن ان مجلس الشعب لازم يناقشه. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي، سياده الوزيره نبيله مكرم، وزيره الهجره وشؤون المصريين في الخارج، اهلا بيكي، والدكتور مروان حسن، استاذ ورئيس برنامج الهندسه الميكانيكيه بجامعه جولف الكنديه، وهو متخصص ايضا في انشاء وتامين وسلامه المولدات النوويه، المهندسه مديحه المهلمي قطب، رئيس السابق للجمعيه الامريكيه للمهندسين الميكانيكيين، والدكتور عاطف مهني، استاذ مساعد بجامعه اونتاريو بكندا. سياده الوزيره، خليني ابدا بسؤالك. النهارده كان عندك لقاء مع السيد الرئيس، ماذا دار في هذا اللقاء؟ الحقيقه تشرفت النهارده الصبح بلقاء سياده الرئيس، عرضت عليه المحاور العمل لوزاره الهجره وشؤون المصريين في الخارج، الاتصال بالعقول المهاجره والتواصل معها والاستفادة من خبراتها، الاهتمام بالجيل الثاني والثالث ونشاط الوزارة في هذا الإطار، المشاكل والأحداث الفردية اللي بيتعرض لها المصريين في الخارج، فرص الاستثمار الموجهة من الدولة للمصريين وكيفية تسهيل ويعني إزالة كل العقبات اللي بتحول دون استثماراتهم. الحقيقة كان لقاء مثمر جدا، سيادة الرئيس مهتم جدا بملف المصريين في الخارج، وبالتالي كان يعني عايز أقول نتائجه جيدة جدا. طب إيه أهم النتائج اللي أنت وصلت؟ هل في اخبار يعني الخبر المهم اللي بيهم يعني ابنائنا في السعوديه موضوع بصمه الحج زي ما حضرتك عارفه والمشكله اللي احنا فيها، عرضت المشكله على سياده الرئيس.
الرئيس وكلفني على الفور باتخاذ ما يلزم لتسوية هذا الموضوع. بصمة الحج، بصمة الحج بعض المصريين، هو عددهم 5167 مصري. المملكة العربية السعودية، ممكن انه حضرتك طالما مقيمة لمدة يعني مقيمة في السعودية من حقك تحجي كل 5 سنوات بشرط انه لازم يبقى في تصريح للحج. المملكة اعلنت في كل وسائل الاعلام اللي هيطلع من غير تصريح يعني هيخالف هيبقى فيه على طول قرار بالإبعاد، الترحيل خارج المملكة. البعض من المصريين عايز أقول عن قصد أو بقصد قاموا برحلات الحج بدون هذا التصريح، وبالتالي أخذوا بصمة الحج، وهي تعني أنه لما يجي يجدد الإقامة بتاعته أو يجي يحاول يجدد رخصة القيادة بيقولوا لا أنت عندك قرار بالإبعاد والترحيل. أسر كتيرة ومستشفيات مش عارفين يروحوا، مدارس، جامعات. فالحقيقة كنا نشدنا السلطات السعودية إن هي تصدر عفو عن يعني الأعداد دي مع الالتزام بعد كده هو بالقوانين اللي المملكة بتقولها. ففي كان الحقيقة سواء من وزارة الهجرة، من وزارة الخارجية، من وزارة القوى العاملة جهد مبذول عشان نقدر نحل هذه المشكلة. النهاردة عرضت على السيد الرئيس كل هذه المواضيع وجهود اللي حصلت، وهو الحقيقة كلفني أن أنا أتولى تسوية هذا الموضوع في زيارة قادمة إن شاء الله. اشرح لنا بقى عن هذا الفريق، فريق الحلم النووي المصري، ليه هم موجودين هنا، ممكن يساعدوا بإيه؟ اشرح لنا ده. زيارتي لكندا الأخيرة الحقيقة حرصت أن أنا ألتقي بالأساتذة المصريين المتخصصين في مجال الطاقة النووية، اهتمام الدولة بمحطة الضبعة والمشروع النووي في مصر. الحقيقة أتكلمت معاهم وعرضت هذا المشروع، وكان في اهتمام منهم جميعا لمساعدة الدولة. المصريين في الخارج عندهم ولاء وانتماء شديد جدا جدا لبلدهم، ولكن كانوا محتاجين القناة الشرعية اللي تقدر أن هي توصلهم لطريق صحيح. وعدتهم أن الدولة هتقف جنبهم، ودعوتهم الحقيقة أن هم يجوا مصر ونقدر أن احنا ننظر لهم زيارة. بشكر وزارة السياحة أن هي استضافت الفريق. الحقيقة جهد مبذول مشترك ما بين وزارة الهجرة مع وزارة الإنتاج الحربي مع وزارة الكهرباء والتعليم العالي. امبارح كان في مقابلة مع وزير الإنتاج الحربي، الحقيقة كان اجتماع مثمر جدا. النهاردة كان في مقابلة مع وزير الكهرباء، وبعد كده هوت مع فريق من وزارة التعليم العالي علشان الوزير كان خارج الدولة. بكرة إن شاء الله في ورشة عمل علشان كل الخبرات اللي هم اكتسبوها في الخارج يقدروا يفيدوا بيها البلد. فهو نواة وبداية لاستخدام أو الاستفادة من هذه العقول المهاجرة. خلينا نبتدي نسمع من الدكاترة بقى والأساتذة، يعني دكتور مروان، قبل ما أسألك عن الملف اللي حضرتك متخصص فيه، الأمن والسلامة، مولدات النووية، مصر محتاجة محطة نووية، محتاجة طاقة نووية في رأيك؟ في البداية أحب أشكر حضرتك على الاستضافة، و ايضا انا احب اشكر سياده السفيره نبيله مكرم على الدعوه بتاعتها وعلى زيارتها لينا في اونتاريو. قبل ما اخش في الموضوع، هو يعني اتس لونج اوفر ديو، يعني متاخر جدا. احنا بدينا في الخمسينات الستينات كان عندنا اول مفاعل، ودلوقتي 60 سنه ان شاء الله. فده وقت طويل، بس نيفر تو ليت، يعني مش يعني المهم. بس العالم كله بيغير، يعني ألمانيا بتقفل مفاعلات نووية، ده صحيح، وبعد تشيرنوبل بقى في تغيير في الفكر، ده صحيح. بس يعني احنا نبص دلوقتي في كم مفاعل بيبني حاليا. في 60 مفاعل تحت الإنشاء، يعني من هنا لحد سنة 2020 في 60 مفاعل في 23 حول العالم. في حوالي 23 في الصين، في 13 في روسيا، في الامارات، في كوريا. فالعالم دلوقتي ابتدى يعرف ان لسه احنا محتاجين الطاقه النوويه كبديل نظيف وبديل يعتمد عليه لتقديم الطاقه. المانيا ليها وضع خاص. هو طبعا بعد حادث فوكوشيما كان في مشاكل، والراي العام في أوروبا وفي ألمانيا
كان ضد الطاقة النووية. بس احنا عايزين نعرف برضو نحط الأشياء في الكونتكست بتاعها. بنشوف مثلا دول زي اللي هي زي فرنسا زي كندا زي أمريكا الطاقة النووية بتمثل alternative cheap يعني رخيص. أسعار الكهرباء في الدول دي تقريبا ما بين 9 سنت إلى حوالي 10 سنت. دولة زي ألمانيا سعر الطاقة فيها 35 سنت. So they start to phase out start يعني إن هم يقللوا الاعتماد على الطاقة النووية. لكن ده يعني ليه تمن. الدنمارك ما فيهاش طاقة نووية بس ليه تمن. إذن هو خيار. هو خيار. أوه. هو خيار وبيعتمد على اقتصاديات الدولة. الموارد المتاحة. وهل الاقتصاديات بتاعتك تسمح ليك انك انت تستخدم وسائل بديلة. بس يعني مش معناها ان الموارد الاخرى للطاقة يعني مش كويسة. لا يعني الرياح كويسة بس ايه اللي يناسبك؟ ايه اللي يناسبك؟ ده سؤال. وده سؤال مهم جدا مهندسة مديحة. يعني اقتصاديات الدولة والموارد المتاحة، هل الاقتصاديات في مصر والموارد المتاحة ملائم ان احنا نقترض 25 مليار دولار عشان ننتج 4800 ميجا وات؟ الحقيقة طبعا الرقم لو اخذناه رقم لوحده رقم كبير، لكن لازم الواحد يعرف الرقم ده مستثمر في ايه، هيشغل ناس قد ايه، الطاقة هتبقى طاقة مستديمة ومعتمد عليها، المشروع نفسه على حياته، هو الكوست بتاع الميجا وات لازم يتحسب بالطريقه دي، ما هوش بس القرض بتاع بناء المشروع. والاستعمالات الخبرات والتطورات والابحاث اللي هتتعمل بلاد كتيره باختيارها، والتنويع في مصادر الطاقه دي حاجه امن البلد. ما نقدرش يبقى في اعتماد لمصر بتبص لقدام وبالنسبه للتطوير الصناعة فيها وتطوير ان هو يبقى الطاقة تملي طاقة مستديمة وطاقة معتمدة عليها وطاقة نظيفة، لان يعني في النيوكلير حضرتك اخيرا اعتقد من اسبوع او من اسبوعين الديفينيشن اللي اتحطت اللي هي ايه الطاقة النظيفة، الطاقة النووية من الطاقة النظيفة لانها ما بتلوثش الانفايرمنت. طبعا ناس كتيرة بتحاول بتخوف في استعمال الطاقة النووية انها ممكن التخوفات والحوادث، لكن لما بنشوف لعدد المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء في العالم اللي شغالة وعدد الحوادث، فوكوشيما عملت هيدلاينز كتيرة لكن ما هيش الطاقة النووية هي اللي كانت مشكلة. اللي الأحداث اللي اتحصلت في فوكوشيما تشيرنوبل حاجة تانية. تشيرنوبل ده يعني امال كانت ايه المشكله في فوكوشيما؟ فوكوشيما كان ان التسونامي وان هم لما ابتدوا يمشوا الناس ما هوش ان هو اللاك اوف كنترول، التسونامي هو اللي بتعمل كنترول بعد فوكوشيما. وحاجه من الحاجات اللي بتطمئني انا وزمايلي فيها ان احنا الطاقه النوويه عشان التخوف منها وعشان ان البلاد اللي قررت باختيارها انها تختار انها تروح الاتجاه ده في تعاون عالمي وتعامل دولي في التفتيشات على الحاجات اللي بتتعمل، في الأنظمة اللي بتتعمل، في السيفتي كلتشر نظام الأمان، في التصميمات ان لازم يبقى فيه ريدندنسي ان هو لو ده باظ، لو حاجة باظت كل صناعة فيها، كل مشروع كبير في تخوفات وفي ريسك. دكتور عاطف، يعني المهندسة بتكلم على السيفتي كلتشر، على ثقافة الأمن والأمان. بصراحة في مصر هل لدينا هذه الثقافة؟ إن إحنا بنسمع عن بنشوف حوادث الطرق، دي لا وجود لهذه الثقافة في حوادث في الطرق، لا وجود للثقافة دي موجودة في القطارات. ثقافة الأمن والأمان مشكلة في مصر، هل ده لا يقلقك على ثقافة الأمن والأمان في مفاعل نووي ده بقى كارثته بمصيبة؟ يعني في البداية أحب أشكر حضرتك على استضافتنا، وأشكر سيادة السفيرة نبيلة مكرم على المبادرة الجميلة بتاعتها إن هي وصلت لنا في أونتاريو، ويعني رالي ذا تروب تو كام هير، ويعني إن شاء الله نقدر نساعد.
بالنسبه لسؤال حضرتك، اي صناعه لما بتحط لها ستاندرد عاليه جدا بيبقى صعب ان الواحد اللي شغال فيها يحيد عن الستاندرد ديت. مثلا خدي حضرتك صناعه او الايرلاينز مثلا، في قطع غيار في سيفتي ستاندرد عاليه جدا خصوصا في الفايتر جيتس مثلا، واحنا بنعملها في مصر. هي ديبينز على المكان اللي بيطبق فيه وازاي هيطبق. فزي ما الباشمهندسه مديحه قالت، احنا يعني النيوكلير اندستري فيها فيري هاي ليفل اوف سيفتي ستاندرد، يعني ممكن اقول ان هي تقريبا امن حاجه موجوده. في مثال ادي لحضرتك، ان انا ساكن في اونتاريو ما بين تو نيوكلير باور بلانتس. فعلا ما تلاقيش على الساحل. لا كل الناس قلقانه في على الساحل جدا. فيعني يعني حضرتك ساكن في اونتاريو بين اثنين بس ده في كندا برضو، عايز اقول لك ان احنا قلقانين برضو. السيفتي بتاعتها يعني على اعلى مستوى، واز لونج از ان الناس اللي شغاله فيها بيتبعوا السيفتي ده، وطبعا في تفتيش وفي اجراءات صارمه جدا لازم ان يتبعوها، والا مش هيحصل لايسنسنج للباور. وبالتالي لازم اسالك، هل الضبعه هو المكان المناسب في رايكم يعني كعلماء هنا بقى؟ والله انا شايف ان يعني ما شفتش السايت اسيسمنت استدي اللي هيروح الضبعه يا سياده الوزير. النهارده في المقابله مع وزير معالي وزير الكهرباء كان موجود طبعا مدير محطه الضبعه، بكره ان شاء الله في ورشه العمل هيتم مناقشه هذا الموضوع ان شاء الله. اختيار الضبعه كان بعد بحوث ودراسات معينه لمكانه. يعني اختيار الضبعه ما هوش انه ارض فاضيه وهناخدها زي ما بيحصل في اي حته في العالم لما بيختاروا موقع اللي هتتبني عليه المحطه. في حاجات احتياجات معينه ان هو لازم يبقى قريب من ميه. طبعا لازم اي نيوكلير بلانت لازم يبقى قريب من ميه. فاختيار الضبعه اختيار ما هوش اختيار عشوائي. حصل دراسات وابحاث عليه، ولما اختاروه حصل السايت اسسمنت بيبقى على اسس معينه. طيب دكتور برضو نرجع تاني، انت شايف انه الضبعه مكان مناسب؟ انا ما اطلعتش برضك على السايت اسسمنت، بس يعني من الحاجات المبدئيه اللي شفناها زي ما الباشمهندسه مديحه قالت ان هو لازم يبقى في مكان قريب من الميه عشان الكولينج بتاع الرياكتور. ويعني ما دام العوامل بتاعه الامان والسلامه متواجده فيه، ما اعتقدش ان هو هيعمل اي مشكله على الناس اللي حواليه. ايه هي بقى عوامل الامان والسلامه؟ بس يعني قبل ما اوصل للنقطه ديت، هنا في مصر عندنا مفاعل انشاص بقاله حوالي كام 50 سنه. بس يعني مش يعني هو مفاعل وشغال بقاله 50 سنه. احنا طبعا احنا بنتكلم على سكيل اكبر شويه، بس طبعا احنا عايزين ننقل نفس السيفتي اللي تمت في المفاعل ده للمفاعل الجديد بالستاندرز بتاعه الكوميرشال. احنا بنتكلم على سكيل اكبر، بنتكلم على باور جنريشن عاليه يعني كبيره. ف وبعدين باور جنريشن ده معلش دكتور، يعني احنا بنتكلم في مولدات، وحضرتك متخصص في الجزء ده، مولدات الكهرباء، في مولدات مش كده؟ مولدات دي ايه، بتخش لها ايه، غاز ولا بتشتغل ازاي؟ اوكي، احنا في عندنا اللي هو الرياكتور كور اللي هو قلب المفاعل، بيبقى فيه اقطاب، دي الاقطاب اللي فيها اليورانيوم، وبيتم التفاعل طبعا بتنتج طاقه حراريه هائله. اوكي، فبنستخدم مبردات او يعني سائل عشان ياخد الحراره دي، طبعا عشان نبرد المفاعل وعشان الحراره دي نستفيد بيها. الحراره دي بتتاخد وبتبتدي زي تغلي ميه، فبتنتج كميه برضو ضخمه من البخار تحت ضغط وتحت سرعه هائله. دي بتتاخد وتخش على اللي هي التربينات. التربينات دي كونفنشن يعني دي زي اي تربينه تقليديه. هو الجزء اللي جوه الكونتينمنت هو ده اللي هو اللي فيه الرياكتور كور و النيوكلير ستيم جنريتور اللي هي بتصنع او اللي هي بتنتج البخار. فده الكونتينمنت، انما التوليد ده كونفنشن يعني طبعا ليه ستاندرز ثانيه، بس يعني الفكره ات از ذا سيم. هل التكنولوجي الروسي هي الأحدث الآن ولا التكنولوجيات تطورت جدا في الغرب؟ التكنولوجي اللي اختارتها مصر من روسيا أحدث تكنولوجي لمفاعلات روسي، الأكثر أحدث تكنولوجي للمفاعل الروسي. لكن كومبيرد بقى للدول الأخرى، هكمل لحضرتك الكلام. كل الديزاينز يعني الدول مع بعضيها بتتاكد من سلامه والتحضر الديزاينز
انها بتوافق على كل الاي اي اي ستاندردز، يعني ما فيش دوله ممكن تبقى سب ستاندردز، ممكن يبقى الديزاين مختلف لكن الرياكتور احدث تكنولوجيا. احنا بنتكلم على التكنولوجيا اللي هي دلوقتي هنبتدي بيها، هيتصمم بيها المشروع ده، استفادت بالخبره وكل الحاجات اللي اتعلمناها من ضمنها فوكوشيما، لان اي 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 طبقت من كل المفاعلات من كل دول العالم ومن كل المفاعلات انها لازم تحسن السيفتي بتاعتها. ففي في مناقشات بين لان في تعاون جامد في ان they compare الديزاين، بيقارنوهم ببعض عشان التاكد ان السيفتي اليمنتس اللي مهمه لاي مفاعل موجوده. منين بنجيب اليورانيوم يا دكتور؟ هو على حسب نوع المفاعل، فالكندو مثلا ده شغال بناتشرال يورانيوم، لكن البريشرايز ووتر رياكتور بيشتغل بانريتشد يورانيوم. فهو على حسب الديزاين بتاع الديزاين الروسي هيشتغل بريتشد يورانيوم اللي هو المخصب، يعني المخصب الوقود المخصب. والنفايات بقى بعد كده مش في نفايات نوويه؟ هو النفايات اليورانيوم بقى نفسه بعد كده ولا يعني؟ هو في طريقه معينه يعني متبعه عالميا ان لما الوقود بياخد الدوره بتاعته في المفاعل، واعتقد ان في المفاعل البي دبليو ار بيبقى حوالي سنه سنه ونص، بيروح في بول كبير جدا جوه الرياكتور جوه الكونتينمنت بيلدينج عشان يكول داون. بيتتراوح الفتره على حسب عدد الاقطاب ديت، وبعد كده بيتخزن في مكان امن لمده اطول. ف unless ان هو يتعمل له ريسايكلينج بفاسيلتيز مختلفه، فيقدروا ياخدوا منه جزء يقدروا يستفيدوا منه في الريتشد يورانيوم الثاني او الجديد يعني. طب اسمحوا لي نخرج فاصل قصير، وبعد الفاصل هنسال الدكاتره والمهندسين هم بقى يقدروا يساعدوا في ايه؟ يعني انا سالتهم الحقيقه الاسئله الاساسيه الاولانيه على المفاعل وهل احنا محتاجينه ولا لا، دلوقتي محتاجين نعرف هم يقدروا يساعدونا ازاي. والحقيقه بنشكر الوزيره نبيله مكرم على انها يعني بتستفيد من خبرات المصريين في الخارج، وعايزين بقى الاستفاده دي في كل المجالات. يا وزير نوال بدايه، وان شاء الله هنكمل باذن الله. فاصل ونرجع. اهلا بكم من جديد. خلونا سريعا نتكلم على خبر ورد لنا الان حول مقتل 2 شرطيين امريكيين على يد مسلح بولايه ميتشيغان. ده كان يعني سجين وسطى على سلاح احد رجال الشرطه وقتل 2 من الشرطه. احنا عارفين طبعا المشكله اللي حاصله الان في امريكا نتيجه عنف الشرطه الامريكيه ضد المواطنين من اللون الأسود، وفي مظاهرات، وفي أيضا كان في قناص قتل 5 من رجال الشرطة، والموضوع الحقيقة واضح أنه بيتصاعد. قبل ما نستكمل الأسئلة حوالين مع الأساتذة الحقيقة مثيرة جدا القعدة معاهم والحوار معهم، لكن كمية أسئلة جات لي من المملكة السعودية عن بصمة الحج مرة أخرى اللي كانت أجابت عنها الوزيرة في بداية هذه الحلقة. ناس كلها بتسأل يا سيادة الوزيرة طب هيعمل إيه؟ هنتخرب بيوتنا؟ في عفو قريب ولا لأ؟ أنتوا هتعملوا إيه؟ زي ما أنا قلت في بداية الحلقة، الموضوع إن إحنا مخالفين، وبالتالي إحنا بنحاول إن إحنا يعني ندعو المملكة سلطات السعودية في يعني العفو على هؤلاء المواطنين. إحنا في عندنا عدد قد إيه تقريبا؟ 5167. طبعا في أسر وفي مستشفيات وفي مدارس وفي جامعات، الناس مش عارفة تعمل أي حاجة بدون تجديد إقامتها لأن هم عندهم قرار بالإبعاد. يعني دول دخلوا؟ لا، دول مقيمين داخل المملكة. من حقه كل 5 سنين إن هو يروح يحج. هو راح حج بدون تصريح. بدون تصريح. فهو طالع في الأتوبيس، الأمن في يعني نقاط أمنية بتفتش مين معاه تصريح مين معهوش. كل اللي معهوش بيرجع عن الحج، انما بياخد بصمه الحج. بصمه الحج دي معناها الترحيل، بيقعد في المملكه، ولكن يجي يعمل اي حاجه داخل المملكه ما بيقدرش، وبيتقال له انت لازم تترحل. طب فالسلطات المصريه بتحاول انها مع السلطات السعوديه في قبل مقابله الرئيس النهارده كان في جهود الحقيقه مع المسؤولين السعوديين لاحتواء الموقف واصدار هذا العفو. كنا املين انه في شهر رمضان الكريم وبعدين بعد كده العيد ان يصدر هذا العفو، فلسه لغايه دلوقتي ما صدرش اي حاجه. النهارده عرضت على سياده الرئيس
المشكلة كلها بكافة أبعادها ووجهني وكلفني باتخاذ ما يلزم نحو هذه التسوية، وإن شاء الله هيكون في زيارة قريبة للمملكة عشان نحلها بإذن الله. يا رب. وده رد لكل الناس اللي بعتت لي مسجز يعني حول موضوع بصمة الحج. نرجع تاني للمفاعل النووي، وعايز أسأل حضرتك يعني هل موضوع السيفتي، بنرجع تاني لموضوع السيفتي، وحضرتك كنت بتقول أنه في واقعة في فوكوشيما ما ماتش واحد من جراء اللي حصل، يعني صحيح. برضو عايزين نقول للناس على موضوع السيفتي والأمان، لأن الناس قلقانة جدا من القصة دي. هو السيفتي ستاندرز بتاعة النيوكلير باور رياكتور أو المفاعلات النووية بتتبع ستاندرز عالية جدا، يعني غير أي صناعة تانية. وزي يعني ما حضرتك أشرت أني حادثة فوكوشيما يعني أصلها هي كارثة طبيعية أدت أو أصابت المفاعل، بس معظم الناس اللي ماتوا يعني كلهم اللي ماتوا ماتوا من التسونامي. مفيش حد مات، لكن أكيد في حد بيعيه وبيجي لهم كانسرز وكده. طبعا ده موجود. بس الوفيات مفيش حادثة واحدة يعني هم كانت از دايركت افكت من الحادث. وطبعا الهيستوري كله بتاع المفاعلات النوويه يعني وذ اكسبشن بتاع تشيرنوبيل ما فيش ولا حادثه حصلت في التاريخ جايه من مفاعل نووي او يعني. طب ما دكتور عاطف ده بيقلقنا، احنا جايبين تكنولوجي روسي، والحادثه بتاعه تشيرنوبيل حادثه يعني ما حدش ينساها، فهل ده مقلق؟ لا الحقيقه لا، لان يعني زي ما اشرت لحضرتك ان تقريبا 80% من المفاعلات النوويه اللي بتتبني حالا في العالم هو ديزاين روسي، تصميم روسي. فيعني مش احنا بس اللي احنا هناخد التصميم الروسي، وفي شيرد اكسبيرينس ما بين الاوبريتورز اللي فيهم الرياكتورز، فكل ما عدد الرياكتورز يزيد من نفس النوع او نفس التكنولوجي ده بيدي معدل امان اكتر، لان اي حاجه هتحصل في اي مفاعل الناس الثانيه هياخدوا بالهم منها ويشوفوا يقدروا يعملوا ايه عشان تو ميتيجيت الايفكت دوت. دكتور مهندسه مديحه، انتوا ممكن تعملوا ايه بقى؟ تساعدونا ازاي؟ احنا مستعدين ان احنا نساعد، يعني الرحله دي، المقابلات اللي عملناها امبارح واول امبارح وان شاء الله النهارده وامبارح وان شاء الله بكره، هتبان اكتر باني طريقه ممكن التنسيق للمساعده. فاحنا مساعدين بوقتنا وبخبرتنا وبالعلم بتاعنا وكل الحاجات اللي تعلمناها مقدمينها للدولة على حسب احتياجات الدولة. يعني هل في مقترحات معينة مكتوبة مثلا تقدموها لوزير الكهرباء؟ في مقترحات، لكن لازم نعرف الاحتياج كمان ايه. يعني احنا عندنا مقترحات، لكن ما احناش ان احنا جايين نعمل خط سير يتمشي عليه. يعني المقابلات اللي حصلت لغاية دلوقتي انه احنا بنقول لهم احنا ايه اللي ممكن نقدمه، احنا ايه خبرتنا، وبنتكلم معهم عشان نعرف اطار اللي ممكن نساعد بيه احسن اطار، عشان عايزين ننجح وعايزين نساعد ان احنا يبقى المشروع ده رمز لمشاريع تانية كتيرة، سواء مشاريع هندسية او مشاريع استراتيجية للبلد. السيفتي كالتشر دي ما هياش بس محددة للطاقة النووية، دي لازم تبقى ثقافة عامة. بالضبط. فده هو الهدف بتاعنا. فاحنا ما احناش يعني كمجموعة جايين اولا ممثلين ان في كتير غيرنا عايزين يساعدوا، جايين بنمثل ان احنا بنشوف ازاي احسن طريقة ممكن نساعد بيها، بنوري للدولة احنا ايه الخبرة بتاعتنا وايه التجربة بتاعتنا وايه الحاجات اللي شايفين ان هو الدولة محتاجاها، لكن ده المنظار اللي احنا شايفين بيه، وجايين في نفس الوقت عايزين نعرف ايه اللي الدولة محتاجاه. سيادة الوزيرة، انت شايفة ان هم ممكن يساعدوا ازاي؟ يعني ايه التشانلز اللي ممكن يشتغلوا فيها؟ لان حضرتك عارفة بعد كده كل جهة بتعمل مشروعها بتقفل على نفسها وبتقرر ان ده مشروعي وانا هقفل على نفسي، اقابلك واسلم عليك واهلا وسهلا ونورتوا مصر وكده، وبعد كده الموضوع انتهى وخلاص. كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، نجاح الزيارة مش الشو الاعلامي او مع احترامي شديد البرامج التلفزيونية، نجاح المهمة هو الخبرة اللي هتتنقل للبلد فعلا
فعلا وهنشتغل بيها. علشان كده المقابلات اللي حصلت لغايه النهارده كانت مقابلات تعريفيه، بمعنى انه المهاجر بيقدم خبرته وفي نفس الوقت الدوله بتقول له احنا بنعمل ايه. يعني كان في عرض متوازن ما بين المهاجر والدوله. عشان كده بيجي بكره ورشه العمل اللي بتحصل ما بين الخبراء في كل وزاره، عشان الحقيقه قبل لما يعني الساده الافاضل يجوا احنا كنا منسقين مع بعض، بمعنى انه انا طلبت منهم يبقى في ورقه اوريدي موجوده هم عاملينها عشان نقدر ننقلها للدوله، وبالتالي بكره ان شاء الله بيحصل هذا العرض بالورقه المقدمه من الجانب المواطن المصري ابناء الوطن في الخارج مع الدوله. نحط كل ده على الترابيزه، انما اهم حاجه الفولو اب. طبعا يعني مش هنخلص. مين بقى اللي هيعمل الفولو اب؟ وزاره الهجره. طب ده انتوا عليكم دور كبير. دكتور مروان، ايه الحاجه او يعني الشيء اللي ممكن تقوله الحكومة المصرية أنه يجب أن احنا نخلي بالنا من هذا الأمر، أو هذا الموضوع مهم جدا أن يكون أولوية في هذا المشروع؟ الرقابة. وطبعا هو جهات رقابية متعددة. طبعا هو السيستم بتاع النيوكلير انجينير is very redundant، يعني يكون عندك في سيستم وفي سيستم تاني يتشيك على السيستم. لان طبعا كلمه معلش لازم تتمسح، كلمه انه يحصل اي خطا ده غير وارد، ملوش مكان. حضرتك كنت بتقولي لو واحد اتكعبل ووقع في جوه المفاعل ده لازم تو بي ريبورت. لا يعني مش بس جوه ده، يعني حوالين المفاعل، حتى بره يعني في اي حته في محيط المفاعل، يعني حتى جوه الكونتينمنت او بره الكونتينمنت، اي حادثه، اي حد اتكعبل اتعور، it has to be reported and it has to be investigated. يعني لازم يناقشوها ويشوفوها حصلت ازاي وليه وايه اللي ممكن نعمله عشان ما تحصلش تاني، لان الاخطاء دي يعني لازم تتعالج. قد تكون فيتل. دكتور عاطف بسالك نفس السؤال، ايه الحاجه اللي حضرتك حريص ان الدوله المصريه وهي او العلماء او الجهه اللي هتقوم بتنفيذ هذا المفاعل انه يجب ان تحرص عليها بشكل اساسي؟ الحقيقه هي حاجتين، ان يكون المراجعه بتاعه التصميم مراجعه تتم من جهه مستقله عن المصمم نفسه عشان ما يحصلش اي كونفليكت اوف انترست، واعتقد ان احنا يعني توضح لنا ان ده اللي هيحصل. الحاجه الثانيه ان الـ عمليات التنفيذ تتم، وبعد ما تخلص عمليات التنفيذ يتاكدوا ان لو في تغيير في الديزاين يتراجع ويتسجل. فالريكوردز كيبنج فيري امبورتنت. مهندسه مديح برضو بنفس السؤال. نفس الرد، السيفتي كلتشر، ان احنا لما بنلاقي حاجه ما اتعملتش مظبوط بنصلحها. ومش بس بنصلحها، بنشوف ايه اللي خلى الغلطه دي تحصل، مش عشان اللي تفاوت عن حاجه يعاقب، بس بالعكس ده يعني كلنا بنتعلم من الحاجات، والدوكيومنتيشن لازم تبقى مظبوطه، والحاجات لازم تبقى كابت اب تو ديت، الاندبندنس في الفيريفيكيشن سواء في التصميم او في التنفيذ او في التشغيل بتاع المحطه، ما هواش ان انا عملت الشغلانه وانا اللي هراجع عليها وانا اللي هعتمدها. فدي كلها حاجات بروسيجرز وكواليتي للجوده، ان لازم تتطبق، ولازم تبقى تملي انه لو في اي حاجه نقدر نشوف ان ما فيش اي خلاف. لازم يعني هقول لحضرتك حاجه، انا من الحاجات اللي بتطمئني في مشروع الطاقه النوويه ان في كنترولز وفي فيريفيكيشنز، حتى المحطات اللي بتشغل بينهم وبين بعض عايزين يتاكدوا، لان اي حاجه هيحصل خلل فيها وحاجة اتعملت غلط بتأثر على الاندستري كلها طبعا. مش بس المحطة أو البلد اللي هي فيها، فبيتعلموا من بعض وبيتعاونوا جامد مع بعض. أنا بشكركم الحقيقة على هذه الزيارة، برحب بيكم، وأتمنى أنه هذه الزيارة تنتهي بتعاون حقيقي على الأرض، وأنه يبقى في تشانلز بتقودها طبعا السيدة الوزيرة ووزارة الهجرة. والحقيقة ده جهد مشكور يعني، وجهد عظيم عايزينه بقى في كل المجالات، مش بس مجال الطاقة النووية، مجالات أخرى كتير أعتقد محتاجة. احنا
عندنا كام؟ 52 ألف عالم مصري في تخصصات نادرة موجودين في الطب والهندسة والطاقة النووية. إحنا سعداء إن هم موجودين في كل أنحاء العالم على فكرة، دايما يقولك الطيور المهاجرة، لا، وجودهم حول العالم ده شرف لينا، وبالعكس وده بيدينا إحساس إنه المصريين في كل مكان. أول ما تحطوا بس في السيستم المظبوط بيبدأ وكتير بيبقى أفضل كتير من جنسيات أخرى، لأنه عنده إخلاص وكده وحمية للشغل. يعني أنا بشكركم وسعيدة جدا أن حضراتكم موجودين. هتقول لنا أخبار شهادات بلادي إيه؟ ليه مش جايبة العائد؟ الحقيقة يعني أنا مستعجبة أنه دايما يبقى في أخبار سلبية عن شهادة بلادي. شهادة بلادي ماشية كويس جدا، إنما محتاجين ترويج أكتر، محتاجين جهد من عندنا لتماركت الشهادة. إنما في ناس لسه ما عندهاش أي خلفية عن الشهادة دي. إنما يعني بالعكس أنا شايفة أن هي ماشية كويس، وناس كتيرة بتساعدنا يعني نساعد على إقناع المواطنين في الخارج بسرعة. أنا بشكركم شكرا جزيلا وبرحب بكم مرة أخرى. هذا هو الحلم النووي المصري، نتمنى أن يتحقق، ونتمنى أنه تكلفته تكون سليمة، ونتمنى أنه كل يعني وسائل الضبط والسلامة والأمان نراعيها. كلمة معلش لازم نشيلها من القاموس تماما، كلمة يعني الخطأ غير وارد في المفاعلات النووية. ولكن أظن أيضا أن هذا مشروع يجب أن يناقشه مجلس النواب بدقة شديدة. أشكركم شكرا جزيلا. بكرة عندنا حلقتنا مع الجميلة يسرى فوق مستوى الشبهات وفريق المسلسل، وأشوفكم بإذن الله. وهذه لميس الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.